الفكره بتاعتي دي. اي باسوي مثلا زي التاتش او بين او ايا كان، الباسوي بيبتدي بحاجه اسمها ريسبتور. تاني الباسوي بيبدا بحاجه اسمها ريسبتور، وبعد كده الباسوي يكمل لغايه ما يوصل في الاخر للكورتكس. انهي حته في الكورتكس؟ يقول لك حته انت خدتها في الاناتومي اسمها بوست سنترال جايروس. دي موجوده اللي هي السنسوري اريا، موجوده في البوست سنترال جايروس. اوكي؟ احنا عارفين حاجه اسمها بوست سنترال جايروس، حاجه اسمها بري سنترال جايروس. هتقول في الاناتومي كنت بفكر تدوس عليهم وعارف مكانهم كام. هو المكان ده الجايروس ده هو ده اللي بيجمع كل فيه الباسويز. بيجمع فيه كل السنسوري باسويز يعني. اوكي؟ طب يبقى انا هبدا بالريسبتور وانتهي بالكورتكس. ماشي. طب الطريق ده اللي هو ماشي من الريسبتور لغايه الكورتكس، يقول لك الطريق ده طويل، عشان هو طويل فاحنا قسمناه لمحطات. كم محطه هتقسمها؟ يقول لك ثلاث محطات. المحطه الاولى اسميها فيرست اوردر نيورون، المحطه الثانيه اسميها سكند اوردر نيورون، المحطه الثالثه اسميها ثيرد اوردر نيورون. يبقى تاني اي بصوي بيبدا بالريسبتور وينتهي منين؟ بالكورتكس. طب والاعصاب بقى اللي ماشيه لغايه ما اوصل لمخ دي، الاعصاب دي بقى اقسمها ثلاث محطات، فيرست والسكند وثيرد. اوكي؟ انت عليك بقى تقول لي مين الريسبتور؟ ومين الحته السنتر اللي في الكورتكس؟ وتقول لي مين الاوردر نيرونز دول اللي هم المحطات الفيرست والسكند والثيرد؟ تحط وصف لي الطريق. بس انت تبقى عارف كده وانا بذاكر هبتدي بالريسبتور وهنتهي بالكورتكس في حته اسمها بوست سنتر جايروس واعدي على ثلاث محطات. هكتب مين اسم الريسبتور؟ مين اسم كل محطه؟ واكتب اسم الحته اللي هنتهي فيها اللي هي البوست سنتر جايروس. طب هندي مثال فانت هتفهم. مثلا الباسوي بتاع حاجه اسمها الكروت تاتش، هناخد دلوقتي حاجه اسمها ايه؟ كروت تاتش. كروت تاتش ده يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه تاتش الاول؟ ان انا المسك. يعني ايه بقى كروت تاتش؟ في حاجه اسمها كروت تاتش وحاجه اسمها فاين تاتش. كروت تاتش ده المسك بس لمسه ما تكونش عارف تعمل لها لوكاليزيشن كويس. فاين تاتش المسك بس لمسه تكون عارف تعمل لها لوكاليزيشن. يعني انت لو انا جيت وانت مغمض عينك كده ولمستك بالقلم كده، اوكي، وشلت القلم وقلت لك انا لمستك فين؟ تقول لي لمستني هنا. ايه ده انت عملت لها لوكاليزيشن؟ اهي انت لمستني هنا من غير ما ابص. بدل ما انا عملت لوكاليزيشن حلو كده اسمي ده فاين تاتش. اسميه ايه؟ فاين تاتش. يعني ومثال عليها ان انا لمسك بالقلم، وفي العمل هناخد المثال هو ان انا لمسك بالقلم. طب امال ايه كروت تاتش ده؟ يقول لك ده لمسه مثلا القطنه. لو انا جبت قطنه، اوكي، وانت مغمض وحطيت القطنه على ايدك، اوكي، لما احط قطنه على ايدك كده وبعدين وانت مغمض وبعدين شلت القطنه وبعدين قلت لك انا لمستك فين؟ تقول لي انت لمستني هنا. يا حبيبي خد القلم وارسم لي مكان اللمسه. يقول لي لا مش عارف، انا مش عارف بالظبط هي في الحته دي. ما دام بتقول في الحته دي بس مش قادر تحددها بالظبط اسمي ده كروت تاتش. يبقى التاتش اللي انا ما اقدرش احدده قوي اسميه ايه؟ كرود. والتاتش اللي اقدر احدده قوي زي القلم كده لما المسك بقلم اسميه ده فايل. ده بقى ليه باس واي وده ليه باس واي. الاثنين تاتش اه صحيح بس كل واحد ليه باس واي. طب حفظ لي الباس واي كده. الباس واي بتاع الكرود تاتش قلنا هبدا بحاجه اسمها ايه؟ ريسبتور. في ريسبتور بتحس بالكرود تاتش. هو ايه تعريف الكرود تاتش؟ تاتش نوت شاربلي لوكالايز. انا بقى انا اولاد انا مش ههتم بالشرح لان الشرح لسه مش شرح، انا ههتم بس باسوي. حلو. الباسوي هنا الريسبتور بيبقى اسمها هير اند اورجان وفري نيرف اندنج. الريسبتور اسمها ايه؟ هير اند اورجان وفري نيرف اندنج. هير اند اورجان وفري نيرف اندنج. حلو. بعد كده هعمل الفيرست اوردر نيرون اللي هو العصب الاولاني. على فكره كل رسومات دكتور سهير العصب الاولاني ده اسم ده الفيرست وبعدين ده السكند وبعدين ده الثيرد. وهي دايما بترسم السباينال كورد كده خطين، ده السباينال كورد وبيبقى السباينال كورد ده في خط منصب في النص. والباسوي بيمشي كده بيجي كده يخش. اول لما بيخش هنا بيبقى الريسبتور اهي، وبعد كده الباسوي يخش. اول لما يخش السباينال كورد لازم اخش اعمل ريلي. اعمل ايه؟ ريلي. بعد ما بعمل ريلي النيرونز اللي هتعمل السكند اوردر نيرون بتعمل كروس تو ذا اوبزيت سايد. بعد ما بتعمل كروس بتطلع لفوق. لما بطلع لفوق بروح لحاجه اسمها سلامس. بعد السلامس في السلامس هعمل ريلي، وبعد السلامس ده هروح في الاخر للكورتكس. رسمه بسيطه دي. يبقى انا عندي ده السبينال كورد. بسمي النيرف اللي في الاول ده هو ده الفيرست اوردر نيرون. بسمي النيرف الثاني ده هو ده السكند اوردر نيرون. بسمي الثالث ده هو ده الثيرد اوردر نيرون.
يبقى ثلاث محطات، انا مشيت دي محطه ودي محطه ودي محطه. طب انت كل محطه من دول ليها اسم. هو انا قلت الريسبتور هنا عندي الريسبتور اسمها ايه؟ بري نيرف اندنج وغير اند اورجن. حلو، ده بقى النيرون، ده اسمه فيرست اورجن نيرون. كل نيرون بيبقى ليه اسم، اسم الخليه اللي عدى عليها او اللي ابتدى منها. الفيرست اورجن نيرون ده بيعدي على خليه او على جانجليا اسمها دورزا روت جانجليا، بيعدي على جانجليا اسمها ايه؟ دورزا روت جانجليا. فلما اسالك ايه الفيرست اورجن نيرون بتاع التاتش تقول لي الدورزا روت جانجليا، ايه دي المحطه اللي عدى عليها. طيب النيرف الثاني اللي هو السكند اوردر نيرون بيبدا عند محطه ثانيه او بيبدا عند خليه ثانيه اسمها مين سنسوري نيوكليس، بيبدا عند محطه اسمها ايه؟ مين سنسوري نيوكليس. يبقى انا عندي نقطه هنا اسمها مين سنسوري نيوكليس. طب همشي كده لغايه ما اروح للحته دي، انا قلت الحته دي اسمها ايه؟ سالاموس. طب السالاموس هروح هيبدا الثيرد اوردر نيرون، ده الثيرد اوردر نيرون، الثيرد اوردر نيرون ده هيبدا برضه عند خلايا اسمها نيوكليس. اسمها ايه؟ ما السالاموس ده مليان نيوكلياي. النيوكليس دي هسميها فيرلين. يعني ايه فيرلين؟ فيترو بوستيريور لاترال نيوكلياي اوف ذا سالاموس. دي في نيوكليس كده اسمها فيرلين جوه السالاموس، اسمها فيترو بوستيريور لاترال نيوكلياي اوف ذا سالاموس. واختصارها كلمة بيرلين. بص بقى، أي بصوي مرسوم في الدكتوراه ده بصوي مرسوم سهل أهو. هسمي ده فيرست أوردر نيرون، هسمي ده السكند، هسمي ده السيرفر. وأي نيرون منهم لازم أكون عملت عديت على خلية أو عملت ريلي معين. يبقى تاني، لو أنا هدرس بلو تاتش، الريسبتور اسمها هير إند أورجن وفري نيرف إند. طيب، نيجي للفيرست أوردر نيرون، الفيرست أوردر نيرون هيعدي على خلية مهمة جدا اللي هي المنشأ بتاعه اسمها دور زاروت جانجلي. بعد كده هخش انت السبانال كورد، لما اخش السبانال كورد هعمل ريلي. ليه عملت ريلي؟ ليه عملت ريلي؟ عشان ابدا السكند اوردر نيرون. طب السكند اوردر نيرون ده بيبدا في نيوكليس اسمها ايه؟ اسمها مين سنسوري نيوكليس. بعد كده انا هطلع في التراك. فين انت فين دلوقتي؟ انا في السبانال كورد طالع، انا مشيت اهو ودخلت السبانال كورد وطالع في تراك اسمها ايه؟ التراك دي لازم تبقى عارف اسمها، اسمها فنترال سبانيو سيراميك تراك. اسمها ايه؟ فيرترال سبانيو سيراميك تراك. طب هتلاقيني طالع لغايه ما اوصل لمين؟ للسالاموس. من عند السالاموس هبدا حاجه اسمها الثيرد اوردر نيرو. عند السالاموس اي حته هتعمل فيها ريلي؟ عند حته اسمها فيبلنت، وتقول له فيبلنت دي اختصار فنترو بوستيريو لاترال نيوكليا اوف ذا سالاموس. الشرح بقى اللي انا بقوله ده كله مكتوب. طب انا لما يجي في الامتحان يقول لي باس واي اوف كروت تاتش، قلت لك ابدا ابقى عارف ابدا بمين؟ ريسبتور. اكتب كده ريسبتور هيد اند اورجن برينر بيند. بعد كده الخطوه اللي بعد كده اقول ايه؟ فيرست اوردر نيرون، واحط كلمتين اقول كده فيرست اوردر نيرون فروم دورز روت جانجلي اند فايبر انتر ذا سباينال كورد. بس طيب لو انا شاطر بقى اقول الفايبر انتر ذا سباينال كورد ثرو دورز روت ولا فنترال روت؟ هو السنسيشن بيخش من دورز روت ولا من فنترال روت؟ دورزل. الناس اللي ذاكرت سنه اولى ولا في الاناتومي انت عارف ان اي نيرف بيخش السبانال كورد بيبقى ليه دورزل روت وفنترال روت. انا لما بخش منين؟ من دورزل روت. يبقى انا ده كلام كله زيادات، عاوز تزوده ماشي، يبقى انا بخش من دورزل روت. طب بعد كده هقول له في حاجه اسمها سكند اوردر نيرون، هيبدا فين السكند اوردر نيرون؟ مين سنسوري نيوكليس. واقول له كده الفايبر اوف سكند اوردر نيرون كروس تو ذا اوبوزيت سايد، لانها دايما بتعدي الناحيه الثانيه. بعد ما تعمل كروس تو ذا اوبوزيت سايد اسند انتراك. التراك دي اسمها ايه؟ فيرترال سباينو سيراميك تراك. طيب بعد كده هيجي لي حاجه اسمها الثيرد اوردر نيرون، الثيرد اوردر نيرون ده بيبدا في نيوكليس اسمها ايه؟ فيرلين. يبقى انا عندي بص طيب دكتور انت لما عملت الثيرد اهو، بعد كده هروح لمين بقى؟ للكورتكس. طب اني حته بس مشرشره كده واقول دي كورتكس، تكتب على الكورتكس كده بوست سنترال جايرس، لان هو ده اللي انا هروح الجايرس اللي انا هنتهي عنه. والبوست سنترال جايرس ده اشمعنى ده؟ لان ده اللي فيه السنسوري اريا، ده اللي فيه مين؟ سنسوري اريا. دكتور لخص الموضوع. الباسوي بتاع كروت تاتش بري نيرف اندنج وهير اند اوردر. الفيرست اوردر فيو فيرست اوردر فيو دور ذا روت جانج. سكند اوردر فيو مين سنسور فيو. الثيرد اوردر فيو فيبلين. بعد كده هنتيجي فين؟ في الكورتكس. ماشي. نيجي باسوي بتاع حاجه اسمها فاين تاتش. اسمها ايه؟ فاين تاتش. هو انا قلت ايه تعريف الفاين تاتش؟ ده التاتش اللي هو شارب للكولايد. حلو. طيب التاتش ده ايا كان هو السنسيشن بقى لازم برضه بيبدا بريسبتور. اسم الريسبتور ايه؟ اسمها ميزنر كورباسل وميركل ديسك. اسمها ايه؟ ميزنر كورباسل وميركل ديسك.
الناس اللي جايه متاخر انا بعمل طريقه في السنسوري ان انا هلخص كل السويس كلها مره واحده في الاول، بعد كده نبقى نشرح. طيب ميزنر كوربسل وميركل ديسك. طب دكتور انا متعود ان اي باسوي بيبقى خط واحد. لا معلش، ده الباسوي الوحيد اللي عندك ان هو هيبدا بخطين. ترسم كده ابتدى بخطين، ادي خط وادي خط. طيب بعد كده يا دكتور طب الاولاني ده اسمه ايه؟ ده الفيرست اوردر نيرون، عدى على مين؟ كلهم بيبقى الفيرست اوردر نيرون بتاعهم هو الدورزال روت جانجليا، بعدي على جانجل اسمها دورزال روت جانجليا. بعد كده الفايبر دخلت الاسبانال كورد. حلو، المفروض بقى بعد ما اخش الاسبانال كورد يا دكتور بعمل كروس تو ذا اوبوزيت سايد؟ لا، انا هخش واطلع ان ذا سيم سايد، مش هعمل كروس. وتديني طالع كده، احنا اتنين جنب بعض دخلنا وطلعنا، هنفهم هما اتنين ليه دلوقتي؟ وانا طالع اهو، طالع لفوق، هسمي الاتنين دول وهما طالعين تراك. اي حاجه ماشيه في الاسبانال كورد بنسميها تراك. هنا كان اسمها ايه التراك دي؟ فنترال اسبانال سلامه تراك. دي تراك دي بقى هسميها اسم تاني، اسمها جراسيل اند كينيه تراك. جراسيل اند كينيه تراك. طب وهي متقسمه اتنين ليه كده؟ لان يقول لك اصل في تراك بتشيل اللور ليب او اللور بارت اوف ذا بودي، وفي تراك بتشيل الابر بارت اوف ذا بودي. يبقى هي بتتقسم لان في حاجه بتشيل السنسيشن من فوق، في حاجه بتشيل السنسيشن من تحت. كينيه دي اللي هي بتشيل يا اولاد الابر، جراسيل هي بتشيل اللور. طيب التراك طالع اهي. بعد كده هتعمل ريلي بقى عشان تكون السكند اوردر نيرو. الريلي ده هيحصل فين؟ هيحصل في نيوكلياي اسمها جراسيل اند كينيت نيوكلياي. جراسيل اند كينيت نيوكلياي. امال هناك السكند بعد مين؟ في فرق هنا. بص ده دخل عمل على طول سكند. انما ده يا عيني لا، دخل استناه يطلع 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 وبعد كده عمل السكند. السكند هنا هو مين؟ جراسيل اند كينيت تراك. طب بعد ما عملت جراسيل اند كريت تراك الفايبر بعد كده كروس ذا اوبت سايد. طب الحته في الكروس دي هي دي السكند اوردر نيرو، هي دي مين؟ السكند اوردر نيرو. طب انا لما عملت كروس رحت عملت ريل بقى عشان اعمل السيرد اوردر نيرو، السيرد هيبقى في مين؟ فيبلنت. طب بعد فيبلنت هروح لمين؟ للكورتكس. انا حته في الكورتكس في السنسور اريا اللي هي موجوده في البوست سنترال جايلس. يبقى تاني الريسبتور هنا اسمها ميزنر كوربسل وميركل ديسك، دي اللي بتحس بالفاين تاتش. الفيرست دو اوردر نيرون هو الدورزال روت جانجلي. انا بسمي المحطه باسم الجانجليا بتاعتها او النيوكليس بتاعتها. ماشي. بعد كده الفيرست اوردر نيرون ده هيعمل السكند اوردر نيرون. السكند اوردر نيرون بيبدا بنيوكليس اسمها جراسيل اند كريت نيوكليس. بعد كده هعمل الثيرد اوردر نيرون. الثيرد اوردر نيرون بيبدا بحاجه اسمها فيتوس. احنا قلنا لازم نحفظهم. طب تعالى كده، هو كروت تاتش، كروت تاتش كان الكروت تاتش كان الريسبتور بتاعته اسمها ايه؟ فري اير بيبل وبير اند اورجان. تمام. والفيرست اوردر نيرون بيعدي على حاجه اسمها ايه؟ دورزال اورجان. طب والسكند اوردر نيرون؟ مين سنسور يبوس. طب والثيرد اوردر نيرون؟ فيبلين. وبعد كده اروح لمين؟ الكورتكس. طب الراجل ده، ده الراجل ده مختلف. الريسبتور بتاعته اسمها ايه؟ بيزنر كورباسل وميركل ديسك. حلو. دخلت الاسبانال كورد، الفيرست اوردر نيرون منشأه فين؟ دورزال روت جانجليا. بعد كده طلعت لفوق عشان اعمل السكند اوردر نيرون، وانا طلعت الطريق اسمه ايه؟ جراسيل اند كرينيت تراك. طيب رحت بعد كده جراسيل وكرينيت نيوكليس. ده السكند اوردر نيرون. بعد كده هعمل الثيرد اوردر نيرون، الثيرد اوردر هو مين؟ نيرون هو مين؟ فيبلين. طيب بعد كده هنتيجي في مين؟ كورتكس. انا حتى في كورتكس هي نفسها. يبقى هنا بص انت بقى في السنه الدنيا دي بتلخبط، تبقى فاهم ده كان هنا كان مين سنسور نيوكليس، اوكي، والريسبتور كان اسمها مختلف انت عرفتها في رينر باندنج وير اند اورجن، والطريق بعد كده ثابت فيبلين وكورتكس. هنا دورزا روجان هي ثابته بس هنا جراسيل وكرينيت ده الاسم الجديد، هنا فيبلين وبعد كده ثابت، طبعا اسم الريسبتور مختلف. انت تقعد وانت بتراجعهم في البيت كده، اسم الريسبتور، اسم الفيرست، اسم السكند، اسم السيرت، والكورتكس انهي حته. اوكي؟ طيب ناخد المصوي اللي بعد. انا عارف انت ممكن تبقى شايف انها سهله بس لما ناخد تاني في الثالث والرابع هتلاقي كله دخل في بعض. ده بتاع البين يا اولاد، ده بتاع البين. الناس اللي جايه من الابر انا بشرح الرسومات بتاعت الدكتوره سهير. قدامك حلين، لا تذاكر من كتاب دكتوره سهير الرسومات دي، لا اما تنقلها من زمايلك اللي حضروا معايا المجموعه. طيب. ااا
ولاد اسف ده هنشرح بتاع الورم وكولد ده بتاع التمبريتشر اوكي ده بتاع التمبريتشر طبعا التمبريتشر ده سهل الريسبتور بتاع التمبريتشر اسمها ايه وورم وكولد ريسبتور اسمها ايه وورم اند كولد ريسبتور حلو الفايبر بتاعه التمبريتشر بتعدي برضو على الفيرست اوردر دي اللي هو الدورسال روت جانجلي بعد كده الفايبر دي بتخش جوه السبانال كورد اول لما اخش جوه السبانال كورد هعمل ريلي هتعمل ريلي فين في حاجه اسمها اس جي ار سبستانشيا جيلاتينوزا اوبرولاندا سبستانشيا جيلاتينوزا اوبرولاندا بعد كده الفايبر كروس تو ذا اوبوزيت سايد واستند انتراكت التراكت اللي انا طالع فيها دي اسمها لاترال سباينو سيراميك تراكت اسمها ايه لاترال سباينو سيراميك تراكت طيب انا طالع اهو في اللاترال سباينو سيراميك تراكت هروح في الاخر اعمل ريلي ريلي فين في فيبلن طب بعد فيبلن انت هتروح لمين هروح للكورتكس انهي حته للكورتكس اللي متعودين عليها السنسوري اريا اللي موجوده في البوست سنتر ودايجست يبقى تاني ما نخش يلا انا شفت مش عاوز تاخير نخش يلا دي مكان يا اولاد بتاكلوا فيه تعمل فيه المكان ده تعالى بيكم سيدي هنا وتعالى الدنيا عمرك بعد كده السيرد اوردر ديرون هو مين؟ فيبلن
ورحت برضو الكورسات. طب دكتور انا كده ابتديت متلخبط معلش، هو الاولاني ده اللي هو كان اسمه ايه؟ كورون تاتش، كان ريسبتور فري نيرف اندنج وغير اند اورجن. اوكي بعد كده هعمل هعدي على الدورسال روت جانجليا، من الدورسال روت جانجليا هعدي على المين سنسور نيوكليس، من المين سنسور نيوكليس هروح على البيرلنت، ومن البيرلنت للكورنس اللي بعده اللي هو بتاع الفاين تاتش. كنت بروح ميركل ديكس وميركل كورباس، هروح برضو على الدورسال روت جانجليا، من الدورسال روت جانجليا هروح على جراسيل اندجريت نيوكليار، ومن جراسيل اندجريت نيوكليار هروح على البيرلنت، ومن البيرلنت برضو هروح على الكورنس. نيجي لده، ده ورم اند جولد ريسبتور، هعدي على دورسال روت جانجليا، من دورسال روت جانجليا اروح 15 جرادينوزا اورلاندي، بعد كده اطلع فوق على البيبلنت، ومن البيبلنت برضه اروح على السنسور اريا. اتفقنا؟ يبقى انا هما كلهم ثلاث محطات، وتسمع وتحفظ اسم المحطه. انت شاطر يا ريت تحفظ كمان اسم التراك اللي انا ماشي جواه. هنا اسمها ايه؟ بليز مان سيراميك تراك. وفي الاول كان اسمها ايه؟ فرينت رسمان سيراميك تراك. بعد كده اسمها جراسيل اند كريت تراك. ودي اسمها بليو اولاد رسمان سيراميك تراك. طب نيجي التصوير بعد كده. ده بتاع البين بقى. ده بتاع البين. بص يا لاني. بس اللي مرسوم ده بتاع الفاست بين. احنا هنشرح عليه الفاست بين والسلو بين. هو السلو بين نفس الرسمه بس المحطات مختلفه. بص يا لاني، في نوعين من البين، مش احنا عندنا في نوعين من التاتش؟ في نوعين من البين. في بين ناس بقى، في ناس قاعده بتبقى قرفانه عشان انا بشرح سنسور ايه، الاندوكراين الاسبوع الجاي، اول الاسبوع الجاي كله اندوكراين، بس انا مش عايز اشرح دلوقتي اندوكراين عشان انا لو شرحت دلوقتي اندوكراين الاسبوع الجاي سنسوري هتقوم انت قاعد منطق، لا طب انا اشرح دلوقتي سنسوري وانت تقعد تسمع الاسبوع الجاي اندوكراين، هتقعد تركز معايا ليه غصب عنك عشان عندك ايه؟ بس فالناس ما تبقاش قلقانه يا دكتور عشان ده. لا ما هو الاسبوع الجاي يكفي الاندوكراين ويكفي مذاكره، ما تقعدش بقى ايه؟ انت عاوزين انت ركز معايا دلوقتي سنسوري والموتور والحاجات اللي احنا بنخلصه الاسبوع ده، الاسبوع الجاي كله اندوكراين فما تخافش. طيب بص يا احنا عندنا نوعين من البين، في حاجه اسمها فاست بين وحاجه اسمها سلو بين. ايه فاست بين ده؟ بين السريع ده، ده زي البين بتاع شكل الدبوس، اما شكلك بالدبوس بسمي دي فاست بين. ده ماله البين الفاست بين ده؟ يقول لك ده بين بيبقى لوكالايز، يعني انا لما شكر بالدبوس ده وانت مغمض عينك. بقول لك البين فين تقول لي هنا. نتذكر تعمل له لوكالايزيشن. طيب في بين تاني اسمه سلو بين. زي البين بتاع الحرق. بتاع البرد. لو انا وانت مغمض عينك ولعت في ايدك. اوكي؟ جبت ولاعه كده ولعت. او شمعه ولعت. لسعتك كده. قلت لك ها لسعتك فين؟ تقول لي هنا. لا فين حد امسك القلم كده؟ نقطة مكان ما لسعتك. قلت له لا مش عارف انا الوجع هنا، واحنا دايما لما بنتلسع مش عارفين هي فين، هي هنا بس مش عارف. اما بعد شوية بتعرف لما هي بقى بتحمر بيبقى في عندك نقطة حمراء كده، وبعدين بتبقى بني، وبعد كده بتطلع مية، وبعد كده بتفرقع المية، يعني اللي هو الحرق ده التطور طبيعي للحرق. اوكي؟ ساعتها انت بتعرف تعمل له لوكاليزيشن، انما قبل ما يظهر انت ما بتعرفش. او ما اسمي ده سلو بين. يبقى انا عندي فاست بين زي شكل الدبوس، وعندي سلو بين زي البرن. زي مين؟ البرن. طب ده بقى الفكره ان ده ليه باسوي وده ليه باسوي. ده اللي مرسوم ده، ده الفاست بين. احنا هنضيف عليه شويه كلمات عشان نقول لك كمان السلو بين. طب اشرح لي الفاست بين. هو ليه يا دكتور صحيح سمى واحد فاست وواحد سلو؟ واحد هتحس بيه بسرعه والتاني هتحس بيه واحد طويل وقصير والتاني عريض وطويل. الفاست يعني قربت. بص بص يا ولاد، الفاست بين سميته فاست بين ليه؟ لانه بيمشي في فاست فايبر اللي هي نوعها اي فايبر. احنا عندنا الفايبر اي وبي وبي، فاكرين السنه اللي فاتت كان انواع النرف اي بي سي. ايه ده اللي هو كان ادخل نرف فايبر وده كان بينقل بسرعه. هو احنا عندنا الفاست ده بيمشي في اي فايبر. تمام؟ اي فايبر. انما السلو بيمشي في سي فايبر. سي فايبر. يبقى ده سلو لانه ماشي في سي فايبر، انما الاي ماشي الفاست ماشي في الاي فايبر.
طب دكتور ما تلخبطنيش بس قول لي الريسبتور الاول، الريسبتور بتاع البين اسمها ايه؟ اسمها فري نيرف اندنج. الريسبتور اسمها ايه؟ فري نيرف اندنج. طب انا هعدي على الفيرست اوردر نيرون، الفيرست اوردر نيرون هيعدي برضه على نفس المحطه اللي كله بيعدي عليها، ايه المحطه الاولانيه؟ دورز الروت جانجلي. بعد كده دخلت الاسبانال كورد اهو. لما دخلت الاسبانال كورد عملت ريلي. الريلي الاولاني ده انت عملته فين؟ بيقول لك عملته في حته اسمها في الجري مادر اسمها لامينا مارجيناليس. حته اسمها ايه؟ لامينا مارجيناليس. ده اسمه نيوكليس، لامينا مارجيناليس. بص انا عملت ريلي هنا في اللامينا مارجيناليس، بعد كده الفايبر كروس تو ذا اوبن سايد. وطلعت في التراك. التراك اسمها ايه؟ عايز برضه تقول عليها لاترال ماشي، عاوز تقول عليها الاسم الدقيق اسمها نيو سباينو سيراميك تراك. نيو سباينو سيراميك تراك. طيب بعد كده رحت على المحطه دي اللي هي اسمها فيبلين. اسمها ايه؟ فيبلين. بعد كده رحت للكورتكس، يعني حته في الكورتكس الحته اللي متعودين عليها البوست سنترال جايروس سنسوري ايريا. يبقى تاني الريسبتور اسمها برينر بيندنج، عديت على مين؟ دورز الروت جانجلي. من دورز الروت جانجلي رحت على لامينا مارجيناليس، من لامينا مارجيناليس رحت على فيبلين، من فيبلين رحت على مين؟ على الكورتكس. طيب المالين السلوي يا دكتور ايه نظامه؟ يقول لك لا السلو بقى، بص انا هقول البتاع ده بس بالسلو. سلو ده برضه الريسبتور فري نيرف اندنج اللي بتحس بالحرق دي، هي برضه اسمها فري نيرف اندنج. طب هتعدي الفيرست اوردر نيرون مين؟ برضه الدورز الروت جانجلي. مين؟ دورز الروت جانجلي. بس لما اجي هنا بدل ما اعمل في اللامينا مارجيناليس هعمل في الاس جي ار. ايه الاس جي ار دي؟ سبستانشا جيلاتينوزا او بولانا. بعد كده اسند في تراك. حلو، هتمشي في تراك. هو هناك لما كنت انا بقول التمبريتشر كنت ماشي في التراك كان اسمها ايه؟ جليوس بانسر. هنا همشي في النيوس بانسر تراك. انا همشي في مين؟ نيوس بانسر، نيوس بانسر تراك. يبقى انا عديت على الاس جي ار ومشيت في النيوس بانسر تراك. طب هنا كنت ده كنت بروح عند الفيبلين وطول عمري بروح عند الفيبلين. دي اول مره بقى مش هروح عند الفيبلين. امال هتروح فين؟ هروح حاجه اسمها ريتيكولار فورميشن وحاجه اسمها نون سبيسيفيك سلامك نيوكليار. يبقى تاني ده اول مره نقول ان الثيرد اوردر نيرو مختلف. احنا فين دلوقتي؟ احنا في السلو بين. اول مره اقول ان هو مختلف، هيبقى في الريتيكولار فورميشن والنون سبيسيفيك سلامك نيوكليار. طب بعد كده هتروح تعمل ريلي فين؟ او النهايه هتبقى بتاعتك فين؟ يقول لك في الكورتكس بس ذا هول كورتكس، مش بس في الاريا بتاعت اللي هي بوست سنترال، لا الكورتكس كلها. بيسموها اول اوفر ذا كورتكس يعني. يبقى تاني البصوي ده مختلف شويه. انا عديت على دورز الروت جانجليا، بعد كده رحت اس جي ار، بعد كده رحت في التراك ووصلت بدل ما اروح فيرلينج رحت ريتيكولار فورميشن ونون سبيسيفيك سيراميك بي اي، بعد كده رحت للكورتكس. قول اول اوفر ذا كورتكس او كورتكس. طيب دكتور كده انا اتلخبطت خالص. افكرك الاولاني كان ايه؟ فروت تاتش كان ايه؟ فلينر بيندنج بعد كده دورز الروت جانجلي، بعد كده المين سنسور نيوكليس، بعد كده تاخد بتراك تروح هرب وصلت مين؟ فيبلنت، ومن فيبلنت تروح للكورتكس. ده كروت تاتش. نيجي بقى للفاين تاتش. الفاين تاتش فيه علامه بيبقى بخطين داخل بخطين. اوكي فاين تاتش الريسبتور بتاعها اسمها ايه؟ ميزنر كورباتل وميركل ديزل. هروح على مين؟ دورز الروت جانجلي. ما الدورز الروت جانجلي هروح لمين؟ هطلع لغايه ما اوصل برازيل اندجينيت نيوكليار. بعد برازيل اندجينيت نيوكليار هروح لفيرلنت، بعد فيرلنت اروح للكورتكس في البوست سنترال جاي. طيب ده الفاين تاتش. في ايه بعد كده خدناه؟ تمبريتشر. ده الريسبتور بتاع السهل اسمها ايه؟ وورم وكولد. ها؟ دورز الروت جانجلي. اس جي ار. بعد كده هطلع في تراك اسمها ايه؟ لاترال او اسمها بلين، لاترال او بلين. لغايه ما اروح فيبلنت ومن فيبلنت اروح كورتكس. طب نيجي للفاست بين. فاست بين انا عندي بين فاست بين وسلو بين. الفاست بين ايه نظامه؟ فري نيرف اندنج. بعد كده دورز الروت جانجلي. بعد كده لامينا مارجيناليس. ومن لامينا مارجيناليس امشي تراك اسمها نيوز بارس رايت تراك لغايه ما اوصل للفيبلنت. ومن فيبلنت اروح للكورتكس. تيجي سلو بين. صوت سلو بين ده بيمشي فين؟ فري نيرف اندنج.
وعدي على الدولفر جود جنبي، بعد كده اروح على مين؟ اف جي ار، بعد كده امشي في التراك لغايه ما اوصل لمين؟ لبدر مختلف، مين؟ لبدر فورميشن ونون سبيسيفيك سيراميك نيوكليار، وبعدين هروح الكورتكس، بلاش اقول انا حته اقول لك كورتكس وخلاص. طيب اخر تصوير ده الباسويت بتاع الهيد، يقول لك بص انا خلصت لك الاحاديث بتاعت الجسم، طلع الراس دي، الراس ليها باسويت مختلف. باسويت ليها مختلف. ولاد الرسومات دي من كتاب دكتوره سويدة. لا تصورها، لا تجيب الكتاب، لا تقفل من زمايلك اللي في المجموعة. طيب عشان الرسومات اللي في الكتاب الجديد مش حلوة، مش هتعرف تتسرح، دي سهلة شوية. ولاد ده بقى تصوير مختلف تماما، فمش هيلخبطنا لأنه مختلف. الهيد يقول لك في نرف مسؤول عن السنسيشن بتاع الهيب. نعم 112 112 دكتور سهيل. ولاد في عصب مسؤول عن السنسيشن هنا، في عصب مسؤول عن الموتور اسمه فيشيال، صح؟ هو اللي بيخليك تقعد تعمل الحركات دي. اوكي؟ في عصب بقى مسؤول عن الاحساس من هنا اللي هو الترايجيمنال. تمام. والترايجيمنال ده انت عارف ان هو ليه ثلاث فروع، فيا ريت وانت بترسم تبقى تقول لي ان في ثلاث فروع كده، ولو حطيت اسمهم يبقى انت شاطر. ماكزيلاري، لا سايلنج وماكزيلاري ومانديبولا. اوكي، تلك الثلاث اسامي كده. وبعدين الفايبر ماشي ايه بقى؟ هتروح على جانجليا؟ روح على جانجليا اللي احنا متعودين عليها دورز الروت جانجليا. لا معلش الدنيا هنا مختلفه. هنا هعدي على حاجه اسمها جازيريان جانجليا او اسمها ترايجيمنال جانجليا. انت عارف ان ترايجيمنال نيرف ليه جانجلي اسمها ترايجيمنال جانجلي، اسمها هي اسمها ترايجيمنال جانجلي او ليها اسم ثاني اسمها جازيريان جانجلي. بعد كده انا هخش البرين ستيم. ايه ده مش هتخش الاسمان الكورد من تحت؟ لا هخش البرين ستيم لان انا هنا، انا مش تحت في الاسمان الكورد، البتاع دي برين ستيم. دخلت البرين ستيم، يقول لك لما بنخش ترايجيمنال بصوي ده بيتقسم اثنين اسندنج وديسندنج. اسندنج وديسندنج. لما بتعمل اسندنج كده بنروح نعمل ريلي في حاجه اسمها مين سنسوري نيوكليس. بس مين سنسوري احنا خدناها شويه، مين سنسوري لا دي اسمها مين سنسوري نيوكليس اوف ترايجيمينال. المين سنسوري نيوكليس بتاع ترايجيمينال. طيب وفي فايبرز ثانيه ديسندنج، الديسندنج هتروح تعمل ريلي في السباينال نيوكليس. دكتور انا مش فاهم هو فين البريسنودر نيرون ده اللي هو مين؟ جازيريا جاي. فين السكند اوردر نيرون ده اللي هو بيبدا عند النيوكليس، مين سنسوري نيوكليس ومين؟ والسبانال كلونيكلس. بعد كده الفايبر كروس تو ذا اوبن سايد. بعد كده يمشوا مع بعض. على فكره بيمشوا مع بعض بيعملوا حاجه اسمها ليمينسكس، بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ ليمينسكس. وعلى فكره كل التراكات اللي فاتت دي برضو انت لما تاخد في الاناتومي هتعرف انها بتعمل ليمينسكس. انتوا عارفين الليمينسكس ده بيجي لكم في الامتحان في الاناتومي. بيجي لكم؟ انتوا بالك؟ كان في سبانال ليمينسكس وميديا ليمينسكس. ايام سودا، بتشوف ايام سودا. اوكي الفايبرز بديه قبل السنه دي كله خش في بعضه، مش عارف اصلا اي حاجه في اي حاجه. المهم الفايبر كروس تو ذا اوبوزيت سايد تطلع مع بعض، هيطلعوا يبقى اسمهم ليمينسكس مع بعض. عاوز تقولها قولها، مش عاوز مش مهم الموضوع ليمينسكس ده، هم طالعين اهم لغايه ما يروحوا. كان دايما يا دكتور بنروح فيبلين فيبلين، لا هنا هنروح نيوكلاس في السلامس ما اسمهاش فيبلين، اسمها فيبمن. فنترو بوستيريو ميديال نيوكلياي اوف ذا ثالامس. هناك كانت فنترو بوستيريو لاترال نيوكلياي اوف ذا ثالامس، هنا فنترو بوستيريو ميديال نيوكلياي اوف ذا ثالامس اللي هي فيبمن. بعد كده الفايبرز هتروح للكورتكس في البوست سنتر فايبرز. بس البصوي كده يبقى انا عندي ثلاثه سلمك ماكزيلاري مانديبولار هيروح يجمع عندي على الجزيريا الجانية، هو ده الفيرست اوردر نيورون. بعد كده هعمل السكند اوردر نيورون اللي هو لا اما المين سنسور نيبلس لا اما سباينال نيبلس. بعد كده الفايبر كروس تو ذا اوبن سايد واسند. بعد ما بتعمل اسند بتروح على الفيرمنت. فيرمنت ده الثيرد اوردر نيورون. من الثيرد اوردر نيورون هروح للكورتكس للمكان المعروف. فاضل بس معلومه، انا ليه يا دكتور اتقسمت كده وطلعت كده؟ ليه عملنا كده؟ ما كنا كملنا. يقول لك اللي نازل ده بيشيل حاجه واللي طالع بيشيل حاجه. اللي نازل السباينال نيبلس دي
بتشيل البيم والتمبريتشر. بتشيل مين؟ البيم والتمبريتشر. واللي طالع ده يقول لك بيشيل التاتش والبروبيوسبشن. التاتش والبروبيوسبشن، ايه البروبيوسبشن ده؟ اللي هو البوزيشن والموفمنت. البوزيشن يعني بيشيل التاتش والبوزيشن والموفمنت. يبقى اللي نازل بينه والتمبريتشر، اللي طالع التاتش والبوزيشن والموفمنت. بس كده البسويس خلص. فاضل بقى انا شرحت كده، ما احنا عندنا كل موضوع فيه بسويس، كل موضوع فيه بسويس. انت خلصت البسويس، وانا عاوزك لما تروح تذاكر النهارده اعمل كده برضه في مذاكرتك، احفظ واحفظهم من على الرسمه والف من على الرسمه. كده هتبقى انت خسرت نص السنسوري، نص السنسوري كده خلص. فاضل بقى الكلام التحابيش بقى. بقى دول يعني ايه فاين تاتش، ويعني ايه كروت تاتش، ويعني ايه بين، ويعني ايه ميكانيزم بين وبتاع. طيب تعال نشوف بقى ايه الكلام. بص يا عم، هات السنسيشن بقى صفحه هات من 53، من اول 53. كلام بسيط بقى خالص. ولان هنا في تقسيمه جنرال كده، مش مهم التقسيمه اللي في الاول دي مش مهمه، اللي هي خلينا بقى في التقسيمه دي. عندنا احساس اسمه سوماتيك. الاحساس ده بيتقسم كذا تقسيمات في حسب المكان. في احساس يا اولاد في الجلد كيوتينيوس، في احساس ديب شويه او اسمه بروبيوسبتيف او ديب. وانا قلت بروبيوسبشن دي لسه من شويه، بروبيوسبشن دي كانت ايه؟ بوزيشن وموفمنت، اوكي. امال الكريتينيوس ده اللي هو ايه الخارجي ده؟ مثال عليه الحاجات اللي بره، زي مين؟ تاتش، زي ثيرمال، زي بين. فدكتور انا مش فاهم انت بتشرح في ايه؟ انا بشرح يعني مقدمه من قبل ما نشرح بين وتمبريتشر، بقول لك التقسيمه. انا عندي الاحساس، في احساس ديب او اسمه بروبيوسبشن، وفي احساس خارجي سوبرفيشال اسمه كريتينيوس. الكريتينيوس ده مثال عليه التاتش، مثال عليه الثيرمال، مثال عليه البين. البروبيوسبشن ده الاحساس اللي جاي من العضلات زي البوزيشن وزي الموفمنت، او احساس برضه داخلي بيبقى البريشر. نعتبر البريشر داخلي لان الريسبتور بتبقى في السب كيوتينيوس. طيب واما ناخد البريشر هناخد ان في حاجه كمان اسمها تنشن برضه، لسه كل ده هناخده. دي كلها احاسيس بنسميها دي. في احساس بقى ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ يعني هو يعتبر سوبرفيشال وديب كمان. يعني الريسبتور موجوده في السكن من بره، والريسبتور موجوده في السب كيوتينيوس من جوه، زي احساس مثلا الفايبريشن. او احساس هناخده كمان شويه اسمه ستيريوجنوزس. يعني ايه ستيريوجنوزس؟ لسه هناخدها كمان شويه. طيب ولاد في تقسيمه ثانيه، انا كده قسمت حسب المكان. في احاسيس سوبرفيشال، في احاسيس ديب، وفي احاسيس ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ الريسبتور بتاعتها من بره ومن جوه. في تقسيمه ثانيه حسب الاستيمولس. يعني مثلا في ولاد في ريسبتور اسمها او في سنسيشن اسمه ميكانو ريسبتيف سنسيشن. ميكانو يعني بيحس بايه؟ ميكانو بيحس بايه؟ بالميكانيكال تشينج. يعني ايه؟ زي التاتش، زي الفايبريشن، زي البريشر. كل ده اسميه ميكانو، زي التاتش ايا كان انواعه بقى، زي الفايبريشن، زي البريشر، كل ده اسميه ميكانو. واحنا ايه يا دكتور المكتوب ده؟ ده دي كلها ولاد، كل ده يعتبر جزء من الفاين تاتش. كل ده يعتبر جزء من الفاين تاتش ولسه انا. طيب الاحساس برضه بالبوزيشن ده يعتبر ميكانو، والميكانو والبوزيشن ده حاجتين لسه هناخدهم برضه. طيب في الثيرمال اللي هو احساس بالكولد والورم، في بين اللي هو احساس بالبين. دكتور انت عديت، انا مش فاهم المعاني دي، مش فاهمها. يعني ايه تكستشر؟ يعني ايه ستيري بروزس؟ هو ده اللي هنشرحه بقى. هنا دي التقسيمه الجنرال، ان انا عندي احساس ميكانو ريسبتيف، عندي احساس اسمه بين، عندي احساس اسمه تمبريتشر. دي الاحاسيس اللي احنا لسه من شويه خدنا الباسوي بتاعها. ده انا عاوز افهم بقى معانيها. يقول لك تعالى شوف كده.
بص يا بص، انت ما تقعدش تعلم على اللي انا معلم عليه. الناس اللي جايه مراجعه ما تقعدش تعلم على كل حاجه، انت الجمل اللي انا هقول لك علم عليها علم عليها. عشان احنا بدي في اخر سنه بيجي حاجات معينه انا عارفها يعني. عارفها يعني دي تاكيديه مش يعني يعني نص ونص. طيب احنا قلنا التاتش كام نوع؟ اثنين. حلو. اللي كاتبه لك هنا هو بيقول لك ده التاتش، هشرح لك التاتش. لا ده الكرود، اكتب ده الكرود اللي هو هيشرحه ده الكرود. السطر ده السطرين ده السطرين دول كرود، اكتب عليهم الكرود. هو انا قلت الكرود تاتش ده تاتش مان. نوت شاربلي لوكالايز، ما اقدرش اعمل له لوكاليزيشن زي الاحساس بالقطنه. يبقى كرود تاتش، اكتب كده كرود تاتش هو النوت شارب لوكالايز. اكتب انت بقى تعريف تاني الفاين تاتش، هو مش كاتب الفاين. ايه تعريف الفاين؟ اكتب الفاين. ده المال والفاين شارب لوكالايز. طيب سيب بقى الكلام، خلاص انت خدت تعريف التاتش. في كرود تاتش نوت شارب لوكالايز، فاين تاتش شاربلي لوكالايز. وانا قلت لك مثال هنا القطنه ومثال هنا الالم. طيب سيب بقى الحته دي، اعرفني بس كمان الكلمه دي. يقول لك ايه اكتر حتت في جسمك بتحس بالتاتش؟ المسك فيها تحس ان في تاتش. يقول لك هي اكتر حتت فيها ريسبتور. طب قول لي ايه هي؟ يقول لك لسانك، اوكي، التنج واللبس والتيب اوف ذا فينجر والنبل. اوكي يا ولاد؟ يبقى لما اقول لك التاتش ده فيري سترونج فين؟ يقول لك في الشفايف، في اللسان، في النبل، في التيب اوف ذا تانج. هو ده اكثر حته بتحس بالتاتش. ليه؟ وانا قلت ليه؟ فيها ريسبتور كتير. اوكي. وانا قلت لك ليه بيبوسوا؟ وليه بيمسكوا ايد بعض؟ وليه كده؟ لان دي اكثر حتت مليانه ريسبتور. فلما نحس ببعضنا نحس بالحتت دي. مفيش واحد بيبوس بظهره. اوكي؟ بوستك. اوكي؟ لا ليه؟ لان الظهر اقل مكان فيه ريسبتور هو الظهر. طيب. بقيت الكلام سيبه بقى. ليه دكتور انت سايبه ليه؟ ده في ميكانيزم مش عارف ايه. لا ده الميكانيزم ده انت خدته مش خدناه الحصه اللي فاتت. ميكانيزم اوف ستيميليشن ده ميكانيزم اوف ستيميليشن اوف ريسبتور. قال ايه ميكانيزم اوف ريسبتور؟ حد يقول لي كلمه واحده بس. ميكانيزم اوف ريسبتور كلمه. ميكانيزم اوف ريسبتور سبيسيفيستي. طب اقول لك كلمه ريسبتور بوتنشال. يقول حد يقول كلمه سبب في الريسبتور بوتنشال كلمه. وات؟ صوديوم بيعمل ديبولاريزيشن. حلو. طيب انا هنا الميكانيزم طبعا ده بيراجعوا تاني بس انت بتذاكره من هناك. ولاد بص بقى ده بقى الشرح هنا ده الباس واي. حلو. ما تذاكروش ليه؟ انت شفت الرسمه اللي كنا رسمناها من شويه؟ ارسمها واشرحها انت من دماغك. لو انت مش طردت من مش عارف اشرح، خلاص اقرا اقرا القرايه الاولاني ده، اقرا شوفهم هما بيشرحوا ازاي وتعلم طريقه الشرح. فايبر انتر ذا سباينال كورد زين اسند ان انتراكتر ويتش فورم مش عارف ايه، اعرف بس طريقه الشرح وبالرسمه قام تعملها. يبقى الباسوي انا مش هقعد اقول بقى الباسوي ده، ما هو يعني مثلا فكر بس اللي احنا الفاين تاتش الريسبتور بتاعها اسمها ايه؟ ميزنر كولباسل ومين؟ ميركل ديسك. بعد كده همشي الجراسين والكرونييد واعدي على مين دي؟ دول زروج يعني. لو في الاخر هعدي على مين؟ فيرلنت. وفي الفيرلنت في الاخر هروح على السنسوري اريا. نفس الكلام اللي قلناه، نفس الكلام اوكي، بس مكتوب بصوره جمل. انت مش لازم في الامتحان تعمل جمل كده وتقعد مش حافظ. لا انا انت شرحه زي ما انا شرحته. ريسبتور كذا، فيرست اوردر نيورون كذا، سكند كذا، ثيرد كذا، والاخر كذا. طيب يبقى الباسويز احنا هنسيبها لان احنا شرحناها. بص بقى في حاجة تيجي في الامتحان كتير. give an account on fine touch and its busway. fine touch and its busway يعني هتقول لي البصوي بتاع الفاين تاتش مش بس، وقول لي ايه الفاين تاتش. بص فين شرح الفاين تاتش بقى؟ اهو من اول هنا. ده الشرح. احنا خلصنا البصوي ده الشرح بقى كده. الصفحه دي صفحه 58 وصفحه 59.
58 و59 ده شرح بس كلمه فان تاتش. هو انا قلت يعني ايه فان تاتش؟ فان تاتش اللي هو شرح اللوكلايز، انت لو بتحدد المكان. لا بس هو طلع بقى اقوى من موضوع اللوكلايز من شرح اللوكلايز. طلع هو يضم اربع عناوين. حاجه اسمها لوكلايزيشن، حاجه اسمها ديسكريميشن، حاجه اسمها ستيدي بروزس، حاجه اسمها تكتشر اوف ماتيريال. يبقى عندي لوكلايزيشن، ديسكريميشن، تكتشر اوف ماتيريال، وستيدي بروزس. حلو. بص تحت كل عنوان من دول من الاربعه، هم الاربعه دول معناهم فاين تاتش. يعني انا بقول لك انت بتعرف تعمل فاين تاتش، تقول لي انا بعرف. طب بتعرف تعمل ايه؟ ماشي. انت بتعرف شاطر، بتعمل ايه بقى؟ يبقى بتعرف تعمل ايه؟ لوكاليزيشن وديسكريميشن وديكشن اوف ماتيريال وسيريجنوز. بس خلاص؟ اه. بس انت تعرف التعريف بتاع كل واحده. يعني ايه لوكاليزيشن؟ لوكاليزيشن من اسمها ات از ابيليتي تو لوكاليز البوينت. يعني انا لمسك في بوينت، انت بتبقى عارف البوينت. يبقى ايه ابيليتي تو لوكاليز؟ اهم كلمه لوكاليز البوينت اوف تاتش. تجربة انا قلتها تلمسه وبعدين حد يجي يقول له اللمسه فين، تقول لي اللمسه هنا وانت مغمض. طيب نيجي بقى ديسكريميشن. ايه الديسكريميشن دي؟ دي تعريفها ability to feel two buoyant two steady buoyant. ability to feel two buoyant two steady buoyant. two buoyant two steady buoyant. يعني اجي كده على ايدك مثلا وانت مغمض، مثلا دي ايد الدكتور ودي ايد العيان، عشان انا بمثل بس، فاهمين حاجه؟ ولا اجيب واحد وانا اعمل ايه؟ تفاحين. اوكي بص ده ايه ده؟ انا واحد عاوز ادرس عليه الفاين تاتش، اهو اجيب عملت واحد سيكشن ببرجر كده ليه سنين كده، اهو جايب البرجر وهو غمض عينه والمسه كده، اقول له بقول لك انا لمستك دلوقتي، لمستك نقطة واحدة ولا نقطتين؟ يقول لي اه يا دكتور انت لمستني نقطتين. ايه ده؟ يعني هو فين التو بوينت تو سيبريت بوينت؟ اه يبقى الراجل ده بيعمل فاين تاتش. طب افرض انا لمسته كده، هذه نقطة واحدة ولا نقطتين؟ شكة واحدة ولا شكتين؟ اوكي؟ لا هي نقطة واحدة. بقى في هو يا دكتور هو في كده؟ في ناس بتعمل تلمسهم كده يعملوا كده؟ اه يعني ايه؟ ما يبقى الفاين باس واي الفاين فاين تاتش باس واي اتضرب بسبب اي مصيبه، جرب اي حاجه تعمل كده، يقول لك دي نقطه واحده. طب هو الدكتور الحركه دي مين اللي بيعرف يعملها؟ يقول لك احسن حاجه بتعملها ايدك، بالذات الفينجر بتاع، بالذات الفينجر وبالذات التيب اوف ذا فينجر. طب الباك؟ لا انا كنت الناس بحضر معايا مجموعه، لو جيت على الباك بتاع اي حد وعملت له كده في الباك كده، انا لمستك نقطه واحده ولا نقطتين كده؟ هيقول لي نقطه واحده. لا يا دكتور مستحيل، لو طلعنا اي حد وعملت على ظهره كده واقول له ولا انا لمستك نقطه واحده ولا نقطتين، هيقول لي نقطه واحده. ليه؟ ليه الباك وحش؟ ليه؟ لان الريسبتور قليله، الايد الريسبتور كتيره. طب دكتور دكتور انا لو انت دكتور لو قللت كده شويه بص ولمستين كده دي نقطه ولا نقطتين؟ هيقول لي برضه نقطتين. طب دكتور قللها كمان شويه اهو والمسه بقى دي نقطة ولا نقطتين؟ مع انهم نقطتين، اوكي؟ هيقول لك لا نقطة. ليه؟ ما انت ما تستعبطش، ما تقعدش تقلل قوي. ايه يعني ايه ما تستعبطش؟ يعني ما تعديش الثريشولد ديستنس. يبقى انا بحس النقطتين نقطتين بس برضه ما عنديش مين؟ في مسافة كده ما تعديهاش. بص في ظهرك المسافة دي واسعة. يقول لك في ظهرك عشان يحس النقطتين نقطتين نعمل ايه؟ ها دول نقطتين ولا نقطة واحدة؟ اه يعني واحدة تبقى في قفاه واحدة في ظهره من تحت خالص كده. اوكي؟ دول نقطتين ولا نقطة واحدة؟ انما تعالى على ايده وتعالى على شفايفه. لا نقطتين ولا نقطة واحدة؟ نقطتين. ليه؟ شفايفه بتحس تعمل ديسكريميشن جامد جدا، انما الظهر ما بيعملش اي ديسكريميشن. يبقى انا الثريشولد ديستنس دي بتبقى هنا قليلة جدا انما ورا عالية جدا. فدي الكلمتين اللي هتذاكرهم. بس يا دكتور الكلمتين لا وهتذاكر لي برضه شويه كلمات دي. ايه ايه الاربع سطور اللي هتحفظهم؟ سؤال بيتقال هو انا الظهر حلو ولا وحش؟ الظهر حلو ولا وحش؟ وحش مش عارف يعمل ديسكريميشن. طب والايد حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. قول لي بقى ليه الايد حلوه؟ انتوا كلكم قلتوا اصل فيها ريسبتور كتير.
لا بس الموضوع اكبر من كده، ده فيها ريسبتور كتير وفيها افرنت كتير يعني اعصاب كتير، وفيها ليس كونفرجن ما بتعملش كونفرجن. هنقول يعني ايه دلوقتي؟ وليها اريا اوف ريبريزنتيشن كبيره، اريا اوف ريبريزنتيشن كبيره. تاني تاني ايدي يا ولاد، ايدي فيها ريسبتور كتير اهي، مش بس كده، وكل ريسبتور ليه افرنت بتاعه يا عيني، وكل افرنت من دول ليه كورتيكال اريا، فتلاقي بعد كده كورتيكال اريا كبيره. امال الظهر؟ لا الظهر ابدا، الريسبتور قليله. اوكي؟ والافرنت طالع من ده افرنت وطالع من ده افرنت، حلو خالص، بس هم كلهم بيجمعوا يعملوا افرنت واحد. عمل حاجه اسمها كونفرجن، ده مين ده اللي عمل كده؟ ظهرك، ظهرك. لما عمل كونفرجن اتجمع في اريا في البريد قد كده. يبقى تخيل الظهر واخد اريا قد كده، انما ايدك واخده اريا قد كده. عشان كده لما المسك في ظهرك، بص لما اجيب صبعي كده والمسك في ظهرك كده، ها دول نقطه ولا واحده ولا نقطتين؟ بيقول ايه؟ ليه؟ عشان اصلا هم اتجمعوا بقى غير واحد، هم بيحسوا بحاجه واحده. يبقى الايد حلوه ليه؟ الايد حلوه ليه؟ مور ريسبتور، مور افرنت فايبر، ليس كونفرجن، مفيش كونفرجن، مور اريا اوف ريبريزنتيشن. الظهر وحش ليه؟ اعرف. طيب طبعا لو انت شاطر قول له في الاخر احسن حاجات بتحس اللسان، الشفايف، الصوابع. الشاطر برضه لو عاوز يعرف ان الفوبيا سنتراليس من اكثر الحاجات اللي بتعمل، دي حاجه عاوز واحد مذاكر. فوبيا سنتراليس دي حته في الريتنا، فوبيا سنتراليس دي حاجه مالهاش علاقه بالتاتش، بس هي الفوبيا سنتراليس اعلى مكان بيعمل ديسكريمينيشن، مش تاتش. يعني ايه ديسكريمينيشن؟ هي مش بتفيل التو بوينت، بتحس بتشوف التو بوينت في تو بوينت. انا قلت لك في الفيجن واحنا بنبص بنجيب، لو انا عاوز ابص الناحيه دي هو انا شايفكم؟ شايفكم، بس لو عاوز اركز عليكم بعمل كده. ليه عملت كده؟ عشان اجيب عليكم الفوبيا، لان الفوبيا اعلى ديسكريمنيشن، الفوبيا دي حته في وسط الريتم. طيب برضه تكسر اوف ماتيريال، يعني ايه تكسر اوف ماتيريال؟ النيتشر بتاع الماده، تركيب الماده. يقول لك وانت مغمض تمسك كده اي حاجه، ده قماش، ده صوف، ده خشب، ده حديد، ده قطن، ده ايه ده؟ يخرب بيتك انت عارف كل حاجه وانت مغمض؟ وانا مغمض يبقى بعرف النيتشر. دي مثال زي ما السلك، يعني سلك، سلك يعني سلك. طيب احس الايه؟ القطن، وكل ده وانا مغمض عيني. ستيريو نوزس، يعني ايه ستيريو نوزس؟ بص خليها السايز. بص بص لما اقول لك يعني ايه ستيريو نوزس، علم السايز والشيب. السايز والشيب هو ده الكلام. بص الكلام اللي هنا غلط، في كلام هنا غلط، بس الكلمتين اللي صح اللي قاعدين سايز وشيب. ايه؟ السايز والشيب، وعدد كان دي كلام كلمه صح، ريكوجنايز. ريكوجنايز السايز والشيب. فضل يعني ايه؟ ستيريوجنوزس يعني انا ريكوجنايز الحاجه باي اتس سايز اند شيب. ريكوجنايز يعني ايه ريكوجنايز؟ هتعرف على الحاجه، تمام؟ يعني انا مثلا اديك مفتاح، دي التجربه انا هعملها في العمل، اديك مفتاح في ايدك. اديك مفتاح مثلا، اديك مفتاح في ايدك تخليك تمسكه، المفتاح، اديك قلم تحس وانت مغمض. مش هقول لك مصنوع من ايه؟ لا مصنوع من ايه دي اسمها تكستشر اوف ماتيريال، لا انا هقول لك ده ايه؟ ده اسمه ستيريو بروزس. بس لازم في قاعده ان الحاجه اللي احنا نستخدمها يكون في جدع بريفيس نولج او يكون هو فاميليار ليه. يعني ما اجيبش واحد فلاح في الارض واديله سماعه وامسكها له كده. ايه ده فاس ده؟ لا بس ده طري. تمام؟ اديله حاجه هو عارفها، لو نجاره اديله شاكوش، ولو فلاح اديله فاس. لا مصرين اكل اهو. طيب. ماشي. طيب بص بقى، يبقى ability of the person to know to know the object، مش to know the nature، to know the object وخلاص.
بلاش الفايبريشن لا الباسوي اكتب اكتب الباسوي عشان ما تذاكرش الباسوي بتاعه زي الفاين تاتش الفايبريشن ده دكتور ما جبتش سيره الفايبريشن انا شرحت ما شرحتش باسوي اسمه فايبريشن اكتب هو الفاين تاتش والبريشر البريشر في نوع منه نوعين كروت بريشر وفاين بريشر شاطره الكروت بريشر هو كروت تاتش والفاين بريشر هو الفاين تاتش والباسوي هو يعني ايه يا دكتور احس بالبريشر بس يعني مثلا ايدك تبقى محطوطه كده على الترابيزه واحط عليك وزن ايد اوكي طيب احط عليك وزن وانت حسيت بالوزن اقول ايه ده انت عملت كده بريشر حسيت بالبريشر تمام بس لو حسيت بس يعني اكتب كده فين ذا ويت ان انا حسيت الويت اسمي ده كروت بريشر طب لا انا حطيت لك وزن وبعدين شلته وحطيت لك وزن تاني وبعدين شلته وبعدين حطيت لك وزن تالت وقلت لك هو مين اتقل واحد؟ قلت لي لا اتقل واحد الاولاني وبعدين اخر واحد هو اقل واحد واللي في النص ده كان المتوسط يعني لما اعرف افرق ديسكريمينيت الويت يعني ايه ديسكريمينيت؟ افرق لما اعرف ديسكريمينيت الويت اسمي ده فاين بريشر يبقى تاني ان انا احس بالحاجه اللي ضغطت عليا اسمي ده ايه؟ اسمي ده ايه؟ كروت بريشر طب لما افرق الالم ده تقيل والالم ده خفيف يبقى انا بقدر اعمل ايه دلوقتي؟ مش بس كروت بريشر اعرف اعمل فاين بريشر. طيب في حاجه عاوز تعرفها كمان حاجه اسمها تنشن وبريشر. بريشر اهي وتنشن اهي مصل تنشن وبريشر. عارف كده بص بريشر ده علم بس على كلمه سبورتد هاند سبورتد هاند والتنشن unsupported hand tension unsupported hand يعني ايه الثاني البريشر علم على ثالث كلمه ثالث سبورتد هاند والتنشن اكتب هاندك الهاند unsupported بص يا ولاد هو نفس البريشر ليه بسوي لو هو كروت حلو في حاجه بقى ثانيه حاجه ثانيه فرق ما بين حاجه اسمها بريشر ومصل تنشن لو انا ايدك مسنوده على الترابيزه كده ايدك مسنوده على الترابيزه وحطيت الوزن وانت قلت لي يا الوزن ده تقيل وبعدين حطيت وزن ثاني قلت لي يا ده الوزن ده خفيف وانا ايدي مسنوده سبورتد اقول كده انت بتعمل بريشر بقول كده انت بتعمل ايه؟ بريشر طب افرض لا ايدي مش سبورتد وانا بشيل كده وانا مغمض لا دي تقيله لا دي خفيفه انا ايدي سبورتد ولا مش سبورتد؟ ده مش بريشر خالص ده اسمه حاجه ثانيه اسمه ماسل تنشن اسمه ايه؟ ماسل تنشن وده برضه بيقيس الاوزان عادي اوكي يبقى البريشر ان انا ايدي لازم تبقى ايه؟ سبورتد انما ايدي مش سبورتد وانا عمال اعمل كده واحس الحاجه وانا بعمل كده مين اللي عمال يعمل كونتراكشن؟ الماسل وانا بعمل كده يبقى ده حاجه ثانيه اللي بتشيل ده حاجه ثانيه اللي بتوزن مش الريسبتور هي اللي بتوزن ده ايدي هي اللي بتوزن ساعتها اسميها ماسل تنشن يبقى التنشن ده بيعرف يفرق ما بين الاوزان بس في شرط الهاند انسبورتد ولاد البوزيشن اكتب عليه زي الفاين تاتش الباسوي فاين تاتش بص جه مره زمان يعني بس من فتره جيب ان اكونت وان بوزيشن باسوي بوزيشن باسوي الناس كلها خدته قال لك ما خدناهوش ما نعرفش حاجه اسمها بوزيشن باسوي هو لو جيت بوزيشن باسوي هتكتب الباسوي بتاع مين؟ هو بتاع الفاين تاتش بالظبط طيب البوزيشن ولاد البوزيشن بيضم حاجتين حاجه اسمها سنس اوف موفمنت وبوزيشن سنس اكتب ايه تعريف البوزيشن سنس؟ كلمة واحدة بس اورينتيشن. اعلم على اورينتيشن وهشرح لك. وايه تعريف الموفمنت؟ لا الموفمنت كبيرة. الاونست والدايركشن والريت. اونست دايركشن ريت. دي تجربة على فكرة في العمل. واحد وهو مغمض كده. اوكي؟ واقول له ايه؟ انا همسك صبعك ده
احركه. لما احركه في اي جهه حرك التاني زيه. يوم انا مسكت له صبعه ده فوق واعمله له كده. يوم هو المفروض يعمل ايه؟ كده. طب اعمله له كده. او بلاش خلينا نفس كده. هعمله له كده. يوم هو المفروض يعمل ايه؟ زيه كده. طب اعمله له كده. هو يعمل ايه؟ كده. هو كده قدر يعرف ايه؟ لا مش دايركشن. لا هو لازم اعملها لحد. طب اقول لك تعالى عشان نعملها بسرعه. دايما تكنيكال ستراكشر. ايه رايك في الوقوف قدام الاضواء؟ ايه تحس ان انت نجم في الناس؟ بص يا لعيب بتعمل ايه كده؟ لم يقف. هما العيالك؟ اهو. بص يا لعيب انا همسك العيال اللي بعمل عليه التجربه واديك صفعه واقول له بص اللي هعمله الناحيه دي انت هعمله الناحيه دي وانت ماما دايما. عملت اهو. العيال عيالي انا جيت انسان طبيعي. بعمل زي هو يعمل كده. هو كده صح برضه؟ انا اقول مثلا لما اعمل كده يبقى انت تعمل زي كده. لما اعمل كده يبقى انت هتعمل كده. فلازم اشرح له انا عاوز ايه. لما اعمل كده يبقى انت تعمل كده. بعمل كده يبقى انت تعمل كده. فاهم؟ تمام. حلو. اللي هو عمله ده يعني اللي انا عملته هو عارف يقلده. هو الراجل ده عارف الاورينتيشن بتاع صبعه فقلبه الناحيه الثانيه. هو عارف ايه؟ اورينتيشن. طيب. في بقى ايه احساس بالمجرم. على فكره انا عارفين الدنيا. واتحرك كده
او كده او كده. بس في الاول اشرح له فتح عينك، بص متحرك كده كده، انا اتحركت ناحيه الشمال وكده ناحيه اليمين وكده لورا وكده لقدام، وامسك له صبعه واقول له لما اتحرك، لما اتحرك تقول لي هو اتجاه اي حركه وهو بسرعه ولا ببطء. ليه؟ لان انا عاوز اعرف هو البدايه امتى والدايركشن وايه كمان والريم. انا بص بقى لما اتحرك تقول لي انا اتحركت اي اتجاه وسريع ولا بطيء. فانا اهو قال لي انت اتحركت يمين بطيء. اوكي؟ فالدكتور هو العيان لما يبقى عيان مش عارف يعرف الموفمنت بيقول لي ايه؟ ساعات في ناس بتقوم يقول لك ايه؟ انت اتحركت يا دكتور. طب حلو يا حبيبي اتحركت اي اتجاه؟ لا مش عارف. طب اتحركت بسرعه ولا بطيء؟ مش عارف برضه، بس انت اتحركت. المهم هو لما يبقى مش عارف الريت ولا عارف الدايركشن يبقى اكيد ما عارفش حاجه. في عيان تاني بقى تيجي يتحرك بالذات لو عيان سكر مثلا ومش بياخد العلاج بتاعه، تيجي يتحرك ما يحسش اصلا ان انت اتحركت، يعني كمان ما بيعرفش الكونسيبت. يبقى تاني انا همسك العيان واتحرك، والعيان عليه بيقول لي الاتجاه الدايركشن والبدايه انا اتحركت ولا لا يعني، والريت هل هو بطيء ولا سريع. فانا يبقى الموفمنت يا اولاد انا بعرف ايه؟ الاونست والدايركشن والريت. انما لما انا بص لما اجي العيان اهو واعمل له حاجه وهو يقلب الناحيه الثانيه، دي كده كده انا بقيس الاورينتيشن. تاني تاني لما العيان يقول لي الاونست دايركشن ريت، يبقى هو كده العيان بيقول لي ايه؟ الموفمنت. لما العيان الخبطه دي اسمها اورينتيشن، ولما العيان يقلب دي اسمها برضه اورينتيشن. الناس فاهمه حاجات؟ دي فاهمينها؟ اسمها ايه دي؟ موفمنت. اوكي؟ لما يعرف الحاجات دي يبقى الراجل ده عارف كده، عنده سنس اوف موفمنت. طيب امال يا دكتور لما كان بيقلد، لما قعدت تعمل له كده ويقلد، التقليد ده اسمه ايه؟ اورينتيشن. طب الاورينتيشن ده ملوش تجربه ثانيه؟ ليه تجربه ثانيه انت خدتها؟ او انا هقولها لك في العملي، اوكي؟ اجيب الايدين على بعض كده واقول له مين فوق مين؟ او اجيب كده واقول له مين فوق مين؟ بس. طيب. طيب نيجي للتمبريتشر اللي هي الثيرمال سنسيشن. سيب البدايه دي كلها، فهتاخد طبعا التصوير. هات لي بس الميكانيزم الحته دي، طبعا 65 الميكانيزم. ولاد السؤال كان بيجي في الامتحانات برضه. ميكانيزم اوف ثيرمال سنسيشن اند اتس باسوي. ميكانيزم اوف ثيرمال سنسيشن اند اتس باسوي. الباسوي انت عارف اللي هو كان بيبتدي بورم اند كولد ريسبتور وبعد كده بيعدي على مين؟ بعد دورسال روت كان جليا اس جي ار وبعد كده كمل. تمام. طيب انا دكتور عارف الباسوي، انا عاوزك دلوقتي تقول لي هو ازاي الريسبتور بتحس من حاجه سخنه سخنه، وازاي الريسبتور بتحس من حاجه لما تبقى ساقعه ساقعه؟ ازاي؟ ايه الميكانيزم؟ يقول لك انت لما بتحط حاجه سخنه حاجه ورم يعني، يقول لك الحاجه الورم دي بتزود الميتابوليزم في المكان. اي حاجه سخنه يا ولاد تحطها على الجلد بتخلي الميتابوليزم هنا يزيد. لما الميتابوليزم هنا يزيد يقوم الميتابولايتس تزيد، يقوم مين يزيد؟ الميتابولايتس. لما الميتابولايتس تزيد زيادة الميتابولايتس دي تعتبر الاستيمولس بتاع الورم ريسبتور. فالورم ريسبتور بتشتغل. تاني تاني لما بجيب حاجة الصبح حاجة ورم واحطها على ايدك دي بتزود مين؟ الميتابوليك ريت اللي هو الميتابوليزم. فهيزيد مين؟ الميتابولايتس اللي هي نواتج الميتابوليزم. لما الميتابولايتس تزيد ده بيبقى ستيميوليشن بيزود الديسشارج بتاع الورم ريسبتور. ولاد بيزود اوف كده اوف ورم ريسبتور. increase the discharge of warm receptor. اما لو حطيت حاجه ساقعه، ده يقول لك لما تحط حاجه ساقعه على الجلد دي حاجات تاخدها في الميتابوليزم، لما تحط حاجه ساقعه على الجلد ده بيقلل الميتابوليزم. ايه يا شباب ما تقعدوا ولا لا؟ لو حطيت حاجه ساقعه على الجلد لا دي بتقلل الميتابوليزم، ولما يقل الميتابوليزم يقلل الميتابولايت. طب ولما تقلل الميتابولايت يقول لك ده بيعمل استيميليشن للكولد ريسبتور. يعني انا عندي الورم ريسبتور بتحس بايه؟ زياده الميتابولايت.
والورم ريسبتور بتحس بزياده الميتابولايتس، والكولد ريسبتور بتحس بنقص الميتابولايتس. تاني لو انا حطيت كولد الميتابوليزم هيجرم ايه؟ هيقل. لما الميتابوليزم يقل هيقل مين؟ الميتابولايت. طب ودي حاجه وحشه؟ يقول لك لا، دي يقل الميتابولايت دي حاجه حلوه لانها هتزود مين؟ الديستشارج. الديستشارج اكتب اوف كولد ريسبتور. الديستشارج بتاع الكولد. يبقى من الاخر كده الورم ريسبتور بتستجيب لايه؟ زياده الميتابولايت. طب والكولد ريسبتور بتستجيب لايه؟ نقص الميتابولايت. بس هو ده الميكانيزم اوف ستيميليشن. طب وبعد كده ده ايه؟ الباسورد. زي بريكنج، بريكنج يعني الشكل. اوكي؟ طيب
وده بيبقى بيه بيبقى شرط حد وبيبقى لوكالايز. اهو بيبقى ايه بقى؟ لوكالايز. انما انا لما شرحت لك سلوبين ده مثال عليه مين؟ بيرن، ان انا اولع فيك. طيب هو البيرن، استنى بس، البيرن انا قلت لك بيبقى لوكالايز ولا مش لوكالايز؟ مش لوكالايز. تقول لي ايه وجعاني هنا؟ عشان كده بنقول على البيت ده بيبقى ديفيوز. بيبقى ماله؟ ديفيوز، يعني لو لسعتك تقول لي هنا هنا ما انتش عارف بالظبط هي فين. طيب نتعمق اكتر بقى. الفصل بين ده مثال عليه ايه؟ قلت لي بريكنج بين، زي البريكنج بين، اوكي، وهو لوكالايز. انا قلت لك سموه فصل بين ليه؟ بيعدي فايبر ايه فايبر، والايه دي اسرع نيرف فايبر موجود عندنا، بتنقل الامبلس بسرعه. طب ده مثال عليه البيرن. طب دكتور هو مفيش امثله ثانيه غير البيرن؟ لا، في امثله ثانيه برضه لوجع ما بتعرفش تحدد مكانه، زي مثلا وجع حاجات الديب زي العضلات مثلا. ولاد انت لو عضلاتك وجعاك، المصل بتاعتك وجعاك، مثلا لما انت بتنام ورقبتك عامله كده والتكييف او المروحه كده، او لما تقوم الصبح تقوم كده، اقول له تقوم ايه تعمل كده؟ ايه بقى؟ معلقه يا ماما. يقوم بابا يجي يقول لك مطقطقها لك. لا شكلها حاجه هطقطقها لك، اسكيها وليه؟ طبعا ده غلط خالص، اوعى حد يعني لو قمت ملوح اوعى حد يعدلها لك. ما بتتعلاش، ده كده بيقطعك. اوكي؟ ده بيبقى سبازم. هو ايه ولاد اللوحه دي؟ ايه ايه دي؟ مثلا اللوحه دي انا شطرتها قبل كده. ده بيبقى تنت في الهواء، الهواء ده يعتبر ايريتانت. الهواء بيبقى يعتبر ايريتانت. فالهواء لما جه ايريتانت يعني مثير، فيجي يثير الحته دي فيعمل فيها التهاب. لما العضلات لما تلتهب بتعمل سبازم، يعني تقلص، طول عمرك كده. لما العضله تلتهب تعمل كده. حلو؟ فانت تقوم الصبح باباك يقول لك انت اتلوحت، هعدلك. لا هو مش اتلوح، ده العضله عامله كونتراكشن نتيجه انها ملتهبه. طب حلها ايه؟ سيبها والالتهاب، اخد مسكن، اخد مضادات للالتهاب، ادهنها بكريمات، كل ده تمام ماشي عشان يعني الالتهاب. انما ان بابا يجي يقول لك هفكها لك، لا ده بيقطعها لك لانها عامله كده ومش هتفك. اوكي؟ فهو بيعمل ايه بابا بقى؟ بيقطعها. تمام؟ هي فكت بس مش فكت عشان خفت. اوكي؟ وانت عارف هي فكت لانها تقطعها. اوكي؟ حتى ان هي ملتهبه اقوى، هي فكت صحيح؟ بس تبقى وجعك مده. لا احنا المفروض ما نعملش كده، احنا نقعد ندهن كريمات وناخد مسكنات. اي مسكن عندك، ما هو كل المسكنات هتلاقي مكتوب عليها مسكن ومضاد للالتهاب. لو انت بصيت على المسكن، فانت تاخد اي حاجه اللي موجوده عندك في البيت هتلاقيها بقى شويه بتفك. اوكي؟ مش ده الموضوع بقى. الرقبه الملوحه دي اما اسالك وجعاك فين؟ رقبتي وجعان يا بابا، رقبتي وجعان. حلو يا حبيبي. يعني بابا يجي يقول لك بابا غلس، اعمل لي لوكاليزيشن للبيت كده. فانت ايه بابا على الصبح انت قلقت ليه يا بابا؟ قال لي بس لوكاليزيشن. تقول له بابا لوكاليزيشن مين؟ الوجع هنا، في وجع نار هنا. لا يا حبيبي، حدد انهي ماسل فايبر اللي وجعاني. لا يقول لك بص الحاجات الديب زي العضلات دي، ده وجعها برضه بيبقى ديفيوز. يبقى انا بقول كده ليه؟ بص عشان اقول لك ان مثال على الاسلوب ايه اللي هو الديفيوز ده، مثال تاني وجع المصل اللي هو الديب ستراكشر اللي بيها المصل. طب اسال سؤال، هو باباك لما يقول لك ايه؟ انت رقبتك ايه يا حبيبي؟ رقبتك وجعاك؟ اه يا بابا رقبتي وجعاني. طب رقبتك وجعاك ايه؟ فيها شكشكه؟ لا يا بابا وجعاني ما فيهاش فيها شكشكه، هي وجعاني. طب يا حبيبي فيها حرق؟ فيها حرق؟ يا بابا ما فيهاش حرق، هي وجعاني. بس طب فيها حاجه بتنبض كده زي الصداع كده؟ لا يا بابا. لما تكون انت مش عارف تحدد نوع الوجع بنسميه دال ايكنج. تاني يعني ايه كلمه دال ايكنج؟ يعني وجع انا مش عارف احدد نوعه. يبقى دايما الحاجات يا ولاد الدين زي المصل، يبقى الوجع مش عارفين نحدد نوعه. طب في امثله ثانيه للاسلوبين؟ اه كوليكين. يعني ايه كوليكين؟ مغص. ده وجع بتحدد نوعه اسمه مغص، ده نوع من الوجع. دوت بيحصل المغص دايما في البسرة اللي هي مجوفة، يكون في بسرة ومجوفة. هنعمل يعني ايه مغص دلوقتي؟ طيب
انا كده بص انا اكتب لك هنا ده عنوان لو جالك سؤال في الامتحان تايبس اند باسوي اوف فين هتقول لي التايبس هي دي انا خلصت في تايب اسمه فاست وفي تايب اسمه ايه سلو حلو في تقسيمه حسب النيتشر في تقسيمه ثانيه حسب الاوريجن يعني حسب المكان الوجع لان الوجع يبقى من بره اسمه ايه كيوتينيوس نقصد من بره يعني السكن والسبكيوتينيوس لان الوجع من جوه من ديب بقى بتدي يعني مثلا زي المصل زي البون زي مش عارف التوريا الحاجات اللي جوه جوه زي الفيسرا كل ده حاجات من جوه. طيب في حاجه هنا مهمه بتيجي دايما في الام سي كيو كل جسمك بيحس بالوجع ما عدا في اماكن ما بتحسش بالوجع. ايه بتيجي ام سي كيو تيجي في الشفا وتتسال ايه الاماكن اللي ما بتحسش بالوجع؟ مثلا البريق اللي جوه ما بيحسش بالوجع، البريق ما بيحسش. الكبد من جوه ما بيحسش. الرئة من جوه ما بتحسش، العظم من جوه ما بيحسش. تاني نكتب كل دول ما بيحسوش. ايه هما؟ الليفر ما بيحسش، اللارج ما بيحسش، البرين ما بيحسش، اكتب كمان والبون. ليه يا ولاد ما بيحسوش ليه؟ لان ما فيهمش ريسبتور. ليه يا دكتور؟ يعني انا يا دكتور يعني انا لو ايدي اتكسرت مش هحس؟ لا البريوستيوم هو اللي بيحس، البريوستيوم هو اللي بيحس انما العظمه مش بتحس. طب دكتور لو خدت مطوه في الكبده مش هحس بالمطوه؟ اوكي؟ لا ده الكبسوله اللي حوالين الكبد بتحس انما الكبد نفسه من جوه يعني هو لو ضربك بالمطوه وجع وتناول المطوه بقى يعمل كده مش هتحس. لا لا ده التلفزيون بيقعد يجيبها لا 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 اي هبل في الجبل هي اللي هيوجعك الضربه الاولانيه بعد كده بقى جوه اللنج بارينكيما مش هتوجع بعد الليفر بارينكيما بص اعمل خط معلش الدنيا ملخبطه هنا خلاص خلصنا كده. ده عنوان جديد وجه ميكانيزم اوف بين. الحته دي. ممكن مره برضه تبص في الامتحانات. ميكانيزم اوف بين ستيميوليشن اند اتس باسوي. هو دايما كده بص اخر السنه يجي لك باسوي ومعاه حته كلام. عشان ترسم رسمتك وتشرحها وتقول شويه كلام. فجي مره تايبس اند بين باسوي فانت هتقول التايبس عندي سلو فاست وفي تقسيمه ثانيه كريتينيوس ودي وبسرل في نوع من البين برضه لما يجي في البسرل ده في بسرل. طيب في الميكانيزم بقى الميكانيزم ده هو ايه يا دكتور الوجع؟ انا قلت لك ايه الوجع اصلا؟ يعني ايه وجع؟ قلنا اللي هو الموضوع ايه؟ دامج اوف تيشو. طب برضه انا مش فاهم يعني ايه دامج اوف تيشو؟ يعني ايه دامج اوف تيشو؟ يقول لك هي التيشو لما تتكسر الخلايا بتطلع ماده اسمها براديكاينين. ايه البراديكاينين ده؟ هو اللي بيعمل سبيشن للبين ريسبتور. اكتب معلش عشان نزود في الكلام اعمل براديكاينين ده بيطلع منين يا دكتور؟ ده بيطلع من اكتب فروم جلوبيولين. فروم جلوبيولين يعني منشاه بيبقى جلوبيولين بيتحول لبراديكاينين. وبراديكاينين هو اللي يعمل ستيميليشن. طيب في حاجات ثانيه في مواد تانية هي أهم مادة براديكاليين، في مواد تانية بتسبب الوجع؟ يقول لك يعني مثلا لما ماما تقرصك زمان لما كانت ماما تقرصك كده. أوكي؟ إيه بتوجعك ولا ما بتوجعكش؟ بتوجعك، أوكي؟ الولاد اللي أنا بقول لهم المثال ده بتاعت الشركة مرة هنا. كان بيسألوا إيه الميكانيزم أوف بين؟ أوكي؟ فالولد قال له الباس واي. قال له يا حبيبي بقول لك إيه البين؟ إيه الميكانيزم أوف بين؟ قال له يعني فيرست أوف ذا نيرن سكند أوف ذا نيرن يا بابا دي وقال له كده الواد هو اللي طلع قال لي مامتك زمان ما كانت تقرصك كده مسكوا قرص ايه ايه ده ايه ازاي اتوجعت ليه؟ قال له فيرست اوف ذا نيرن سكند اوف ذا نيرن قال له يا لي هو يقصد ايه؟ يقصد ايه يقصد؟ قال لك حيرني انا صراحه كنت زمان مش عارف ما كنتش بركز على كلمه تيشو دامج يعني ما كنتش يعني مش بركز عليها اوكي استاذ بقى بركز كل شويه اقول لك بين يعني تيشو دامج هو كان يقصد لما انا اعمل كده هو ما تعمل كده فقعدتها خليتين ثلاثه جوه يعني عامل تيشو دامج طب لما ماما عملت تيشو دامج كده
انت ماما سائل ايه والخلايا البرقعه وماتت. يقول لك الخلايا البرقعه دي اللي وجعتني ليه؟ وجعتني ليه؟ يقول لك اصل الخلايا دي طلعت هيستامين وسيروتونين وبوتاسيوم وسابستانس بي ولاكتيك اسيد وبراديكاينين. كل اول ما الخلايا بتفرقع بتطلع كل ده، لما ده كله يطلع اوكي يعمل استيميشن للبين باثوي. يبقى ده سبب الوجع. عاوزه ايه؟ اهدي وانزي في يوم واحد. مفيش حاجه اسمها كيميكال ترانسميتر. النبات يا دكتور، النبات يا دكتور، كل واحد نقلي كذا لكن بيعمل كذا، نقلي كذا بس بيعمل كذا. اوكي؟ وبيبقى حتى النبات وحتى النبات. اي واحد فيهم اختار لي ممكن يبقى نبات، ساعات استمرار، سيروتونين وقت استمرار وساعات النبات. كده يعني اي حد ممكن يبقى نبات. ايوه يا حبيبي. بص لو انت عاوز يعني تعمل كده شغل، هو اسال سؤال الاولاد، هي لما ماما تقرص اكتر الوجع يزيد اكتر صح؟ تمام. اكتبها بقى دي، ذا مور ذا دامج ذا مور ذا بين. طب ايه دليلك على كده؟ ايه دليلك على ان المواد دي هي بتاعت البين؟ يقول لك لو مسكت لك المواد دي تمام؟ لو مسكت لك المواد دي وحقنتها لك تحت الجلد كده من بره هتعمل لك تدير بين. فبيقول لك مثال ايه؟ قال منين ان المواد دي اللي بتعمل بين؟ قال لك احنا لما بنعمل انجكشن، يعني ايه انجكشن؟ حقن بالمواد دي لما السبستنس دي نحقنها لك تحس بوجع. يبقى بص ده البس ويه. بس معلش في غلطه في الكتاب، الناس اللي هتذاكر في الكتاب. الباسوي ده مكتبه ده الباسوي بتاع مين؟ لا اكتب ده الفاست اند السلو، هي وهي شارحه ده شارحه لك الاثنين فاست اند سلو. هات رياكشن تو بين. اكتب على هايبر الجيزيا هام جدا، هايبر الجيزيا هام جدا. بيتوجع ايه اللي بيحصل له؟ الواحد لما بيتوجع ايه اللي بيحصل له؟
اول حاجه بيعمل ويدرول ريفلكس، اول لما شكر كده بتعمل كده، هو ده الاكشن بتاع البين. يبقى اول حاجه ويدرول. طيب في حاجه كمان بتعملها، ساعات الاوتونوميك بيتغير، يعني ساعات السمباثيك يشتغل وساعات الباراسمباثيك حسب. اكتب كلمه مايلد، لو 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 الوجع مايلد السمباثيك هو اللي هيشتغل، لو الوجع سيفير الباراسمباثيك هو اللي هيشتغل. يعني انا ارفق كده حاجه بسيطه، مين يشتغل؟ السمباثيك. طب انت بتفتح البوتاجاز او الانبوبه ولا الغاز فجاه في وشك كلك اتحرق، اوكي، وانت واقف كلك بقيت احمر كده، مين اللي يشتغل؟ لا ده بره السمباثيك. ايه؟ هتفرق نوع الوجع وانا قلتها لكم كذا مره، دي معلومه مكتوبه عشانك انت والتفكير. لو جالك عيال بيموت من الوجع ما تروحش تقول له يا جدع ما تتدلعش بقى، يا عم يا عم هتيجي المستشفى دلوقتي اصبر بقى، استاذ هو عنده مغص وعمال يتنطط، يا دكتور هموت هموت من الوجع، يا دكتور هموت. ممكن يموت مش من المرض، من الوجع. ليه؟ لان السفير منها شغل مين؟ وبرضه ما فاتك بيعمل ايه؟ بيقلل الهارت ريت، بيقلل البلاد بريشر، بيقلل كل حاجه، فممكن قلبك يقع. فالوجع الجامد ممكن يموت. يبقى انت ما تتعلم كده لما تبقى كبير ما تستهونش بوجع العيان. عيان موجوع ما تقولش هيجي، طب شويه شويه. بس انت بص انت في الاول، اول ما تتعين دكتور او لما تخلص الكليه وتعين اي واحد يقول لك اي حبيبي تعالى ومعلش، وتحاول تديله مذاكره ولا حاجه، بس تكبر بقى سنه واثنين وثلاثه وكل العيال حواليه عاملين يقول اي 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 حاول بقى اي خلاص بقى ايه يعني خلاص استرجل يالا استرجل وتسيبه شويه ترجع تاني تلاقيه ايه مات وبيتمنوه وبتاع. طيب برضه في رياكشن تاني ايموشنال، ايه؟ اول لما تتوجع تقعد تصور تعيط وتبقى مقلق وتبقى قلقان. ريستلسنس يعني مقلق، انكزايتي يعني قلق. ايه الفرق؟ ريستلسنس مقلق في حركتك زي العيان، ايه؟ دي اسمه ريستلسنس. انما انكزايتي دي حاجه داخليه. يعني انا عمال قلقان من جوه ده اسمه انكزايتي، قلقان من بره ده اسمه ايه؟ ريستلسنس. نوزيا عاوز ارجع، وزياده في المصل تون، الوجع بيجيب زياده في المصل تون. احنا ناخد مصل تون يعني الشده العضليه. تلاقي اي واحد موجوع تلاقيه مثلا لو عنده الزايده ولا حاجه شوف له الزايده. مشدود كده، محدش يكلمني، اموت يا اولاد تمام؟ وتلاقي كل عضلاته متخشبه. هي دي المصل تون. هي دي المصل تون. دي بقى الصعب بقى، هايبر الجسم. ده موضوع قصه كبيره خالص محتاجه رسم. هايبر الجسم دي محتاجه رسم. هجيبها برضه من كتاب الدكتور سوري. حصل ايه؟ تيشو دامج. حلو، فلسه بيوجعني، اوكي.
طب مال فين الهايبر الجيزيا بقى؟ يقول لك ايه؟ ده الحته كمان اللي حوالين الجرح بتبقى بتوجع. لدرجه ان لو حد لو الدكتور جاي بقى يغير لك تاني يوم على العمليه. فالدكتور بيفك البلاستر، طبعا البلاستر بيبقى في الحتت دي. يجي يفكه لا لا يا حبيبي انا لسه ما قربتش من الخياطه ولا قربت من حاجه. لا 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 يا خلاص مو يقول لك الحته دي كمان بتوجع. الحته الحمراء اللي حوالين العمليه هي دي بقى الهايبر الجيزيا. حته حوالين الحمراء اللي حوالين العمليه بتوجع. دي مش حاجه طبيعيه، ده في مصيبه بقى. يقول لك كمان الحته البيضاء اللي حوالين اللي هي بعيده عن العمليه خالص بتوجع. يجي الدكتور يقلعك القميص، يلا حاجه نغير عمليه. بتوجع يا ابني انت مجنون، ده بعيده عن العمليه. يا ابني لا مش في حاجه اسمها هايبر الجيزيا. فتلاقي الراجل ايه؟ هايبر الجيزيا ده ايه تعريفها؟ اكساجريتد سنسيشن اوف بين. بيزيد احساسك بالوجع في اماكن نوت بينفول. فالوجع بيجي في الحته الحمراء وبيجي في الحته البيضاء. الحته هنقولها بالانجليزي الحته الريد يعني، والحته الهيلثي دي حته هيلثي اصلا سليمه لا ريد ولا بتاع ولسه بتوجع. طب قول لي بقى الميكانيزم، ميكانيزم معقد شويه. بص استنى عشان نخلص التعريف. بص يا ايه هايبر الجيزيا يعني ايه؟ يعني احساس بالوجع ابنورمالي اكسجريتد. يعني ايه ابنورمالي اكسجريتد؟ زاد زياده غير طبيعيه. طب الوجع ده بيحصل فين؟ فين؟ ده حته اصلا سليمه اللي هي حوالين الانجن سراوندنج الانجن. يبقى هو دايما ده وجع غير عادي موجود في الهيلث سكن. ليه؟ اشرح لي بقى ايه اللي حصل. يبقى الرسم دي هتعبرك عن الموضوع. برضه انت باخدها من الدكتوره سمير احسن من الرسمه اللي في الكتاب. بص يا عم ايه اللي هي الرسمه ده؟ ده مقطع في السبانال كورد، سيبك منه دلوقتي. ده الخط، ده الخط، ده الجرح. قلت لك ده عمليه اهي. وانا عامل لك دايره. ايه الدايره دي؟ دي الدايره، الدايره دي تعبر عن الحته الحمراء، تعبر عن الحته دي الحمراء. بص هذا اللي بيحصل. احنا مكان الجرح، مكان الجرح في نيرف فايبر بتحس بالبين اهي، اللي هو الفيرست اوردر نيرون وبعد كده السكند اوردر نيرون عادي. في خط طلعه. فطبيعي ان البتاع دي بتوجعك، اللي هو مكان الجرح بيوجعك، ده حاجه طبيعيه. المشكله بقى ايه اللي خلى الحته الحمراء اللي حوالين الجرح الدايره دي توجعني؟ على فكره الحته الحمراء دي بنسميها فلير. اسمها ايه؟ فلير. فلير. طيب يقول لك ايه؟ الامبرس بتبقى ماشيه، بس الامبرس بتاعت الفيلبس واي دي بتلف وترجع تاني. يبقى في كولاترال جانبي كده، خط جانبي لافف كده. الامبرس بدل ما تجري كده، لا ده الامبرس تجري كده وتلف ترجع هنا. ايه ده اللي في الفرع ده؟ اه تلف ترجع هنا في الفرع ده. وبتمشي بطريقه اسمها انتي درومك. يعني ايه انتي درومك؟ الكلمه دي قابلتنا من سنتين. انتي درومك يعني ايه؟ الامبرس بتمشي عكس الطبيعه. ايوه هي الفايبر بتمشي عكس، اسف، الامبرس بتمشي عكس الطبيعه وتيجي كده. طب لما تيجي كده بتعمل ايه؟ يوم قال لك الفايبر دي بتيجي تطلع هنا كيميكال. مش اي نيرف فايبر في اخره ممكن يطلع كيميكال؟ تمام. النيرف فايبر ده بيجي هنا ويطلع كيميكال. الكيميكال دي اشهرها حاجه اسمها سبستانس بي. حاجه اسمها ايه؟ سبستانس بي. بتيجي هنا، بتيجي هنا تعمل باس دايليتيشن. تيجي تعمل ايه؟ لما تعمل باس دايليتيشن تقوم تلاقي الحته دي احمر، تلاقي المكان ده احمر. يبقى تاني الحمرار ده جاي من اللي بيبقى اي حته بتتعور تلاقي حواليها حته حمراء. ليه؟ لان في فايبر انتي درومك جت طلعت ماده هنا اسمها سبستانس بي. المصيبه بقى ان الماده دي كمان سبستانس بي دي بتعمل ايه؟ دي بتحسس بالوجع، لانها بتقلل الثريشولد بتاع البين. بتعمل ايه؟ بتقلل الثريشولد بتاع البين. يعني ايه بتقلل الثريشولد بتاع البين؟ يعني انت مثلا كنت بتتوجع عند الدرجه دي من الضغط او من الدرجه دي من الارض. لا هي لا تمسك لك سبستانس بي دي لما تطلع خلي لك الدرجه دي تقل فاقل حاجه توجعك. عشان كده الدكتور يجي بس يلمسك، ده لمسه يا ابني مش قرصه ولا شكه ولا ضربه، ده لمسه. يقول لك لا ما انا البين ثريشولد قليل فاقل حاجه بقت توجعك.
فهمت الميكانيزم ولا ما فهمتوش؟ قالت الرومن فايبر طالعه هي اللي خلت الحته دي حمراء وقللت الثريشولد بتاع البيبي. اوكي؟ طيب انا كده فهمت الحته الحمراء، طب امال ايه اللي خلى بقى الحته دي كلها بتوجع؟ مش بس الحته الحمراء، ده كله. يقول لك ليها رسمه ثانيه. على فكره يا اولاد وانت بتذاكر هتلاقي اللفه دي ليها اسم اسمها لوكال اكسون ريفلكس. اللفه دي اسمها لوكال اكسون ريفلكس. طيب سكندر هايبر الجيزيا دي سببها حاجه ثانيه، حاجه اسمها كونفرجن فاسيليتيشن. كونفرجن فاسيليتيشن. بص هو انا قلت ايه الخط ده؟ ايه الخط ده؟ مكان الجرح. مكان الجرح مديني بصويه بقى. طب وايه الحته دي؟ دي الحته البيضاء. الحته البيضاء دي برضو مديها نرم. بيحصل حاجه بقى اسمها كونفرجن. يعني ايه كونفرجن؟ ده وده هما الاثنين بيلموا على نفس السكند اوردر نيرو. يعني ايه؟ بص النيرف فايبر بتاع الحته البيضاء والنيرف فايبر بتاع الجرح هما الاثنين بيعملوا كونفرجن على بعض لغايه ما يعملوا سكند اوردر نيرو. طب حلو، اسال هو النيرف فايبر ده جايب من مكان فيه انجري ولا جايب من مكان ما فيهوش انجري؟ ما فيهوش انجري. طب ده جايب من مكان فيه ايه؟ انجري. مين فيهم بينقل معلومات وجعها؟ مين فيهم بينقل بين؟ ده هو عمال ينقل بين، عمال ينقل بين. حلو. طب والتاني ده بينقل بين؟ لا التاني ما بينقلش بين، بس هما الاثنين عملوا ايه؟ كونفرجن تو ذا سيم سكند اوردر نيرون. فيقوم البرين لما يفهم الوجع، البرين لما يفهم الوجع يفهموا ان هو جاي من هنا ومن هنا، لان هما الاثنين عملوا ايه؟ كونفرجن. فاهمين حاجه ولا لا؟ هو انا الضهر، الضهر لما لبستك هنا كده كنت انت بتحس النقطتين نقطه واحده صح؟ بتحس كان ليه؟ عشان هما الاثنين عملوا كونفرجن وعملوا نيرف واحد صح؟ طب انا هنا البسك هنا او البسك هنا تحس، طب هنا الوجع مفهوم لان ده مكان متنيل على عينه، البسك هنا في وجع ليه؟ لان البرين شايفهم حاجه واحده. لان هما الاثنين عملوا ايه؟ كونفرجن. فاهمين حاجه ولا لا؟ زي موضوع الظهر زي موضوع الحته دي بالظبط، الاثنين عملوا كونفرجن. طب الكلام ده برايمري هايبر الجيزيا. علم كده عن الريد سكين، الوجع بيبقى برايمري. حد يفكرني كان ايه الميكانيزم؟ كان بيبقى فيه كولاترال عملت ايه؟ انتيدرومك امبر، وكان اسمها لوكال اكشن ريفلكس، كانت بتروح تطلع مواد صح؟ اكتبها سبستانس بي واكتب لك الهيستامين، انت كمان وسبستانس بي. طب المواد اللي بتطلع دي كانت بتروح تعمل ايه المواد دي؟ كانت بتعمل الحمراني او فازو دايليتيشن ده، وكانت تعمل موضوع الوجع لورنج البين سبيشال. طيب السكندري بقى، لا اكتب السكندري دي في النورمال سكين، اكتبها انت النورمال سكين. دي سببها كونفرجن فاسيليتيشن ثيوري. السبب يا اولاد فيها الكلمه دي الامبلس، احفظ السطر ده، امبلس فروم اريا اوف سكندري اللي هي النورمال اريا اللي هي الحته البيضاء، اكتب دي اللي هي الحته البيضاء، بتعمل كونفرج بس. لا لا لا،
فاهم دي اللي هيتعدينا بتاعه الباقي ده ما كنتش فاهم مش مستاهل بص انا كبش الخلطه انا كبش الخلطه انا انا اتفقت معاك في المراجعه ان بنتضرب انت اصلا انت كنت بقى السنه الاولى خمس ساعات وانت جيت قاعد جاي دلوقتي انا بدا 11 ونص مش عايز تقعد لغايه واحده ونص ساعتين ايه ده والحصه اللي فاتت برضه ساعه ونص واللي قبلها ساعه ده احنا جايين نراجع بقى احنا جايين نقرب لا بص الديل بين ما بص احنا هناخد حاجه اسمها ديل بين وفيسرال بين في الامتحانات يعني انا ممكن يجي اعمال سنه انما في الامتحانات اخر سنه عمرهم ما جت فاحنا انا هعرف انهم ايه ديل بين وفيسرال بين حاجتين الكاركترستك بتاعته والكوزز بتاعته يعني ايه دي بين الكاركترز بتاعته وايه الاسباب تعالى شوف كده هو دي بين ده اللي هو وجع فيه وجع فيه زي العضلات وجع اهم حاجه زي المصر ايه بقى الفصل اللي هو رقبته واحد اتلوحت كده ماله الواحد رقبته اتلوحت ده يقول لك ده وجع بيبقى ضال ايكنج مش قادر احدد نوعه ضال ايكنج عارف ضال ايكنج وبيبقى بورلي لوكالايز بورلي لوكالايز مش قادر احدد مكانه وساعات بيبقى ريفيرد يعني ايه ريفيرد؟ يعني بيسمع في حته ثانيه تلاقيه مسمع على هنا ويقول لك ده عامل لي صداع يا دكتور في رقبتي هنا واحد ده عامل لي حرقان في وشي هو ساعات الوجع اللي هو الديب بين ده بيسمع في حته ثانيه ولما بيعمل حاجه بيعمل حاجه بره السمبثاتيك لو شغل حاجه بيشغل بره السمبثاتيك طيب خلاص انت عرفت ولاد انت عرفت الخصائص بتاعته اعرف الجوزس امتى الناس بيجي لها وجع؟ يقول لك اكتر وجع بيجي مع الاسكيميا. اسكيميا اي اسكيميا في العضلات تجيب وجع. ولاد زي مثلا الناس اللي بيجي لها زحمه صدريه. هي الزحمه الصدريه دي يعني ايه؟ الكورونري بيتسد. الكورونري بيتسد. لما الكورونري يتسد عضلات القلب يجي لها ايه؟ اسكيميا توجع جامد جدا وتموت بقى طبعا انتوا عارفين هو القلب لما يجي وجعه القلب بيوجعني في القلب ولا بيسمع؟ لان دي خصائص الديب بين انه دايما بيسمع طب قول لي يا دكتور هي ليه الاسكيميا توجع؟ ليه لما عضله امنع عنها الدم اقفل خرطوم الدم بتاعها توجع؟ لا عشان لما امنع الدم العضله هتتنفس تنفس لها واقف فتطلع لاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد ده بيوجع دي مشكله طيب حاجه كمان لما العضله امنع عنها الدم اقفل خرطوم الدم بتاعها العضله تموت لما تموت الخلايا تفرقع لما الخلايا تفرقع تطلع كيميكال زي ما تكون ماما قرصتك بالظبط يبقى نتيجه الدمج يبقى الاسكيميا بتعمل دمج طب اديني مثالين يقول لك المثال اللي انا قلته لك مثال الانجينا ومثال انترميتنت كلوديكيشن يعني ايه انترميتنت كلوديكيشن تقلصات متقطعه انجينا دكتوره زبحه صدريه بص عليا فيهم ايه تعرف بس هو ده وجع يا ولاد وده وجع بس تعرف مكانه بس انجينا ده وجع في الكاردياك مصر علم على الكاردياك مصر انترميتنت كلوديكيشن وجع في الكف مصر وجع في الكف مصر طيب من الحاجات اللي بتوجع كمان في العضلات لو العضله حصل فيها سباز انت كلكم جربتوا كده لما يجي لك شد عضلي العضله بتوجعك طيب العضله بتوجع ليه لما يجي فيها شد عضلي يعني انا لو صرت بلعب كده وفجاه العضله دي عملت كونتراكشن وشدت فوق نار بقى انت ليه بتصور حد يقول لي ليه ما العضله علقت او بتوجعني ليه ايه ده سبب بص ان العضله لما العضله قفشت كده عضله قفشت تاني
البلاد فيسل اللي جوه اتزنق فمبقاش يجي بلاد سبلاي كتير فحصل لها اسكيميا والاسكيميا عملت بقى الميتابولايتس والحاجات اللي انتم بتقولوها دي والكيميكالز وعملت دامج. في حاجه كمان الاسباب عامل بالظبط اكن ماما قرصتك بس قرصتك من جوه. ليه؟ مش العضله لما تعمل كونتراكشن مش راضيه تفك يبقى اكن بالظبط حد مسك الجلد وعمل كده بس اكنه مسك العضلات وعمل كده. لما انا اعمل قوي كده يحصل دامج. بص بص الاسبازم ده في اتجاه دماغ كده ماما بتقرص من بره لكن الاسبازم العضله بتقرص من جوه. حد عمل كده مش راضي يفك. طب الاسبازم يوجع؟ اه يوجع. ليه؟ لان هيحصل تيشو دامج. يبقى علم زي ما انت قلت هيحصل ايه؟ اسكيميا. علم على كلمه اسكيميا. وحاجه كمان زي ما قال انا وانا يا ولاد العضله بتعمل كده كده الميتابوليزم بتاعها شغال ولا لا؟ شغال ومفيش دم. بص شغال ومفيش دم يبقى العضله بتنفس تنفس لها هوائي فاكتب كده بيطلع لاكتيك اسيد هيزيد الميتابوليزم واكتب لاكتيك اسيد. اكتبوا لاكتيك اسيد. حاجه كمان مش احنا قلنا وانا قلت لما بنقرص كده في ريسبتور بتحس كان اسمها ايه؟ اللي كانوا سنسيتيف بين ريسبتور. طب انا قلت لك الكونتراكشن ده كده قرصه بس من جوه يبقى اعلم اللي كانوا سنسيتيف بتشتغل. حاجه كمان ممكن يا اولاد تعمل ديب بين لو حصل انجري جوه زي الكسر. اعلم بس ما تسيبش من الشرح ده اعلم زي الكسر. طبعا الكسر بيوجع وانتوا عارفين ليه. طيب دي سيبك منها سيبك من الحته دي. ادي الفيسرال فين خصائص بتاعته قريبه جدا من هناك. ايه نقصد بيها؟ وجع البطن. ايه يا دكتور وجع البطن ماله؟ لو تلاحظ انت ساعات بطننا بتوجعنا ووجعاني يا دكتور بس مش مرض وجع وخلاص اسميها بار ايكي. وساعات توجعني بطني وتبقى ايه؟ كوليكي. طب هي وجع البطن حد بيجي يروح للدكتور دكتور بطني وجعاني في النقطه دي ولا بطني وجعاني؟ بطني وجعاني يبقى هي وجع البطن بورلي لوكالايز. بورلي لوكالايز. طب وجع البطن برضه بيسمع اكيد انت خدت السنه اللي فاتت ان الزايده بتيجي هنا حد بيجي يقول لي ايه؟ زايدتي وجعاني؟ لا هيروح الدكتور بطني وجعاني. وات؟ اراوند الاوبرايت تمام. الدكتور بقى يقعد يعمل اكزامينيشن بطريقه معينه كده يقول له ده الزايده. يقول له يا دكتور بقول لك هنا الوجع هنا والدكتور يقول له وانا بقول لك ازاي؟ يا دكتور انت عبيط باين عليك بقول لك الوجع هنا تمام؟ لا يبقى احنا عارفين ان ازاي ده اصلا بيتسمع هنا يبقى الوجع ده دايما بيبقى ريفير. علم بص من الاخر خصائص عشان ما تذاكرش كتير. خصائص الفيسرال بين هي الديب بين. علم على بره سمباثيك زي هناك برضه هما زي بعض. في حاجه بقى تبقى عارفها بيحصل حاجه اسمها ريفلكس سباز. علم على كلمه ريفلكس سباز ودي معناها حاجه اسمها جاردنينج فينومينا. جاردنينج فينومينا جاردن فينومينا يعني ايه؟ وجارد يعني ايه؟ حراسه حراسه. بص يا في حاجه هتعرفوها لما واحد بيجي له زايده زي العضله دي كلها شاده فيها سباز والدكتور يقول له على فكره انت عندك مصيبه هنا. يقول له لا يا دكتور ده الوجع هنا. يقول له طب حسس كده هتلاقي الحته دي ناشفه. فالعيان يحسس كده يقول له اه يا دكتور ده زي ما يكون عندي شد عضلي في الحته دي. هي قفشه كده ليه؟ يقول له ده هي قفشه كده عشان في مصيبه تحتها. فاحنا دايما اي وجع في البطن بيشد عضلات البطن بيعمل حاجه اسمها اسباز. هو ربنا عاملها كده ليه؟ يقول لك حراسه. ربنا عملها لك حراسه. ده التشنج اللي بيحصل ده حراسه؟ اه. ليه ربنا عامل الكونتراكشن ده؟ عشان البتاع اللي جوه دي ما تتهزش. اصل انت لو انت طول ما انت ماشي الابندكس الملتهبه دي اكيد انت خدت بالك كل ما الابندكس دي تتحرك وملتهبه تقعد تعدي اللي حواليها وفي بقى بروتينيه وفي مش عارف ايه تقعد تعديهم. فربنا عامل الكونتراكشن ده عشان ما حدش يتهز.
عشان ما يحصلش سبريد للانفلاميشن. انا حاسس انتم متلمحين زي ما اول مره تسمعوا الكلام ده. الاسباب، هناك اشهر سبب يوجع العضله جميلة. هنا برضو اشهر سبب يوجع البطن لو بطنك حصل فيها اسكيميا. طبعا هي دي مش مشهوره في سنكم، ايه اسكيميا دي؟ اسكيميا في بطني؟ لا انا عارف المغص بتاع بطني اه، انما ايه اسكيميا دي؟ اه لا دي لما تكبر في السن ويجي لك جلطه في الامعاء. تسمعها من جلطه في القلب؟ في جلطه في الامعاء. اوكي؟ حصل ايه اسكيميا؟ اوكلوجن في البلاستر فاي، في ناس بيجي لها جلطه في الامعاء. طبعا الجلطه والاسكيميا نفس الطريقه، هيحصل تيشو دامج ويحصل ميتابولايز. علم على تيشو دامج وميتابولايز. في ساعات ناس بيجي لها وجع جوه بتاع الحموضه ده، بيبقى سببه ايه؟ اه اللي هو اسيدك جاستريك سكريشن. الاسيدك يقول لك ده كيميكال ستيمولاي، بيحصل اسيدك اسيدك ستيمولاشن، لدرجه ان انت ممكن يا اولاد الالسر تفرقع. يعني ايه تفرقع؟ تتفرم يعني. تعرفين واحد يجي له قرحه بتوجع، والقرحه ممكن تزيد وتلاقي الاستومك فرقعان. طب دكتور كل دي حاجات انا مش حاسس انها بتوجع بطني. اه اجي لك بقى اللي بيوجع بطنك بقى اللي هو سباسم في الهولوبيس. بدل ما يجيلك بقى ايه بطنك تشد بقى، تبقى الانتستن عماله تعمل كونتراكشن كده. طب ويقول لك ايه؟ بيبقى اسمها كرام. يعني ايه كرام؟ تقلصات. يجي لي دي تقلصات. دي بتحصل ليه يا ولاد دي؟ والله عندك امساك حته قلقاء قاعده محشوره جوه، فالبطن عماله تعمل كده عشان تعدي حته القلقاء. او عندك حشوه في الحالب، فالحالب عمال يعمل كده عشان يعدي الحشوه. او عندك حشوه في القناه الملاريه اللي هي البايل داكت، فالبايل داكت عماله تعمل كده عشان تعديها. يعني حاجه ثابته، دايما بيبقى في حاجه ثابته. ليه؟ طيب برضه الديستنشن. يعني ايه ديستنشن؟ انتفاخ. طبعا انتوا عارفين الانتفاخ بيوجع، يوجعك ويوجع اللي حواليك. ليه؟ بيضحكوا بعدها ب 10 دقايق مش عارف انا بتكلم ولا ايه. ولاد يعني ديستنشن، افرض عندك قرقاة كبيرة هنا كده، يعني عندك امساك من الاخر، امساك والدنيا مندوبة، وقرقاة عمالة تكبر 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 تكبر. حلو. القرقاة توجع جامد. ليه؟ هيقول لي عشان بقى القولون هيقعد يعمل كده، اه دي خلصتها خلاص. لا انا بقول لك مجرد ان القرقاة عمالة تعمل ديستنشن جوه وتكبر تكبر، القرقاة بتكبر دي توجع. ليه؟ اه شاطرة. أول سبب إن القرقاة دي هتضغط على الوول بتاع الكولون، فتضغط على البلاستر لاي بتاعه، فتعمل فيه اسكيميا، يبقى السبب كده إن بيحصل اسكيميا. القرقاة تضغط فتضغط على البلاستر فيسل، تعمل اسكيميا. غير القرقاة أصلاً بتضغط زي ما يكون واحد بيقرصك من جوه، فبتعمل استنيشن للبينري سيرتو. يبقى علم لأن فيه اسكيميا وفيه استنيشن للبينري سيرتو. طيب. لا 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 يا عم مش عارف الصبر، مش عارف الصبر. بص لا حاجات خفافه لان ما تخليش بص عشان المراجعه ما تبصش وايه ولا بص احنا مش هنقلب الصبر احنا قاعدين لا بس كل حاجه بتسمع فيه وخلاص. القلب بيسمع، دي مش حاجه مش عاوزاني استنى عليها الفتره الجايه. القلب بيسمع فين؟ ها؟ اه جدع في الليفت شولدر. اوكي؟ والانر سايد اوف ذا ارم شاطره، وزي ما انجي بتقول ريترو سبان في الحته دي. طب حاجه زي الابندكس بتسمع فين؟ اراوند الامبلايتس، اراوند الامبلايتس. احنا بناخد دلوقتي كل ما ده سؤال بيجي في الامتحان ريفيرد منه في الشفوي. بص اللي انا بقوله ده هقوله لك ورا بعض كده، ده بيسمع فين وده بيسمع فين. طب بص كل بلاطر بتسمع فين؟ رايت شولدر والسكابلا برضه، والتيبل في السكابلا. يعني تسمع هنا او ورا الظهر كده. طيب ال الكبني الرينال، لو جالك حصوه في الكلى دي تسمع اه الانجوينال ريجن وفي السكلوتا. انجوينال ريجن وسكلوتا. ايه دي؟
لا حد يشوف انجي لا حد لو حد عارفها ياخدها يوديها لباباها. ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ الاستومك. الاستومك بتسمع بتسمع فين وجع الاستومك؟ يقول لك ده انا عندي حرقان هنا، عندي حرقان. لان الاستومك بتسمع ما بين الاسترنم هنا زي كل من الاسترنم لغايه الامبلايتس الخط ده. ممكن بقى مش اعلم بس على اللي انا قلته؟ ولازم تعليق ما ايه؟ ما تطولش في المذاكره. كل حاجه مكانها فين وخلاص. القلب علم اهو، القلب في الليفت شورتر والشورتر وريترو ستيبلر كفايه. الرينا للكلى علم الكلى. الباك والانجوينال ريجن والاسكروتم والتست. سكروتم تست هتجيلك كتير. واحد يقول لك الاسكروتم وجعني، التست وجعاني، وتقعد انت بقى تعمل له تحاليل وبتاع ومركز تحت وهو الوجع فوق. اوكي؟ طيب وجع المعده بيوجع فين؟ المعده بتوجع ما بين الزيفويد بروسيس والابرايتس. الابندكس بتعلم الراوند ابرايتس، الراوند ابرايتس. الجول بلادر بتوجع في الرايت شولدر، رايت شولدر. ايه؟ ايوه ثواني. بص في رسمه خلاص خلاص. في دكتوره سهير برضو احفظ الرسمه دي، صفحه 100 في دكتوره سهير. صفحة 100. بص يا ناس، هو ليه الوجع يبقى في الزايدة والأمبرايتس توجعني؟ ليه كده؟ ايه؟ بص يقول لك ايه؟ ببساطة اهي. مش ولاد الصوت بقى. ليه؟ أنا عندي الزايدة الزايدة مطلعة نيرف والامبرايتس مطلع نيرف، هما الاثنين بيعملوا كونفرجن تو ذا سيم سكند اوردر نيرون، بيتجمعوا في نيرف واحد. حلو، بس برضه يا دكتور انا مش فهمت يا دكتور، دي بتتجمع ودي بتتجمع فيعملوا حاجه واحده، يبقى انا لما الوجع احسه بالاثنين. لا ثواني، هتحسه في الراوند امبرايتس بس. ليه؟ ليه؟ لان يقول لك البرين اكستم تو ريسيف البين بالامبرايتس. ثاني كده. ثاني كده. انا عارف انت
انتوا ما كنتوش كده السنه اللي فاتت. ولاد الرسمه دي اهي دي الامبلايكس اكن ده السكن اراوند امبلايكس ودي الزايده اهي دي يعني مقطع في الزايده الاثنين كونفيرجنال. حلو انا عايزك بقى في المذاكره اذاكر الكلمتين دول كلمه كونفيرجن وكلمه الكاستم. يعني ايه كونفيرجن؟ يعني هقعد اجمعه كده. ويعني ايه الكاستم؟ متعوده تمام انها تستقبل الوجع منين؟ من الامبلايكس. بس انت بقول انا بالانجليزي ايه لك؟ الكاستم ريسيف البين سنسيشن فروم سوماتيك ستراكشر. يعني ايه فروم سوماتيك ستراكشر؟ من السكن يعني. حتى جايب هاتولي امتى؟ بكره. واحده عايزه